مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من ملعب البلد. ملعب البلد النهارده مزدحم، ملعب البلد النهارده حلقه هتكون دسمه جدا. ملعب البلد معاكم بعد ما خلاص اسبوع واحد وتنتهي مسابقه القسم الثاني، ده بالنسبه للمجموعه الاولى والمجموعه الثالثه. الجميل والامر اللي يخلينا كلنا السنه دي نقول مسابقه على اعلى مستوى ان لغايه الاسبوع الاخير متشابك، مش عارفين مين اللي هيصعد للدوري الممتاز سواء كان في المجموعه الاولى او في المجموعه الثالثه، وغدا هتكون المجموعه الثانيه اللي هتبان الى حد ما. لكن الامر السنه دي مختلف عن كل سنه. الامر السنه دي خلينا نقول ايوه في مسابقه ناجحه. الامر خلينا نقول ان دوري المحترفين اللي هيتم تطبيقه الموسم القادم اشعل المسابقة في القسم الثاني. الجمهور في كل مكان يغني يفرح يرقص في كل المحافظات، وزي ما قلت لكم هيظل برنامجنا ملعب البلد هو نبض الجمهور في كل محافظات مصر، نبض الأندية الشعبية، نبض الأندية الجماهيرية اللي بتنقل بالصوت والصورة من كل ملاعبنا، من أسوان ومن الحمام في مطروح ومن مطروح ومن العريش ومن كل مكان بالصوت والصورة اللي بيحصل في المدرجات. مرة تانية هكرر شكري وتقديري لكل الفرق اللي بتنافس حتى الأسبوع الأخير. بعض الفرق خلاص بقت بره السباق لكنها موجودة في دوري المحترفين. هقول في البداية في المجموعة الثالثة مجموعة بحري، لازم اللي أنا أقول شكرا لهذه الأندية اللي عملت موسم استثنائي بكل ما تعنيه الكلمة. شكرا أبو إل الأسمدة اللي متواجد في المركز الرابع، سيد مدحت السمودي وأيضا رئيس مجلس إدارة أبو قير للأسمدة، والمدير الفني أيمن المزين المدير الفني الكبير ومعه جهازه المساعد سعيد صبحي ومحمد عطية وكل الجهاز. شكرا جزيلا على هذا الموسم الرائع اللي قدمتموه ووصلتوا حتى الأسبوع قبل الأخير متواجدين في الصورة وأصبحتم في دوري المحترفين. شكرا لجمهورية شبين، ممثل محافظة كبيرة جدا هي محافظة المنوفية. شكرا لعصام شعبان، وشكرا لمجلس الإدارة النائب أحمد الخشن، سيد أيمن خطاب، حج محمود، كل مجلس الإدارة بالكامل شكرا جزيلا. أما الشكر الكبير في جمهورية شبين فلهذه الجماهير الوفية المحترمة اللي ادت صورة ومثال يحتذى به في ملاعبنا المصرية. شكرا لمدير أمن المنوفية، وشكرا للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على الدعم اللامحدود اللي حضراتكم قدمتموه السنة دي لفريق جمهورية شبين، وبالتالي كان الصورة اللي احنا شفناها طوال الموسم، وهعرض بعد شوية صور لجماهير هذه المجموعة. فأنا بتوجه بالشكر لكل الجماهير المحترمة من أبناء جمهورية شبين رغم قلة الإمكانيات، ورغم أن احنا صاعدين من القسم الثالث هذا الموسم، لكن جمهورية شبين قالت للكل احنا جمهورية شبين، احنا جمهورية شبين. ده يا جماعة الصورة قدامنا، الصورة قدامنا، أدي جمهورية شبين. شفتوا ده في الدوري الممتاز السنة دي؟ حد يقول لي ده القسم الثاني بتاعنا؟ لو حد قال لي شفنا الصور دي في الدوري الممتاز وشفنا التشجيع ده وشفنا المدرجات ممتلئه عن اخرها في اي مباراه في الدوري الممتاز، قولوا لي صوت الصوره سمعني يا طايل، سمعني. ده جمهورية شبين يا جماعة. شكرا، شكرا لكل واحد موجود في المدرجات، شكرا لكل رجل أمن ساعد على إظهار هذه الصورة الحضارية لجماهيرنا المصرية من أبناء نادي جمهورية شبين ومن أبناء محافظة المنوفية. مرة تانية
كل الشكر وكل التقدير مع نهاية موسم للسيد مدير أمن المنوفية ولكل السادة الضباط وكل من يعمل في منظومة الأمن داخل مديرية أمن المنوفية. الشكر من قبلهم لسيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مجلس الإدارة بالكامل لهذا الجمهور العظيم كابتن عصام شعبان وجهازه الفني. المركز السادس لسه بروكسي وكفر الشيخ، هيتحدد الأسبوع اللي جاي. أما بقى من اللي هيصعد الدوري الممتاز، هتكلم مع النهارده كابتن كرم جابر نجم الإسماعيلي والمدير الفني السابق لكفر الشيخ، ومعايا أيضا كابتن سعيد مراد نجم المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي وأيضا واحد من هدافي الكرة المصرية. طنطا الأول بلدية المحلة رقم واحد 55 نقطة، طنطا 54، ديكيرنس 52. ثلاثي حتى الأسبوع الأخير ما نعرفش مين اللي هيصعد الدوري الممتاز. بلدية المحلة هيتقابل مع ديكيرنس في ديكيرنس، وطنطا هتتقابل مع المنصورة في المنصورة. كل الاحتمالات موجودة. فوز البلدية خلاص ما ينتظرش أي شيء، بيدي لا بيد عمرو. يعود البلدية مرة أخرى إلى مكان الطبيعي وسط الكبار. الحصان الأسود اللي متعنا بأجيال أكرم عبد المجيد ومحمد طبعا وأحمد فاروق محمد وعمارة وياسر رضوان والنني وأشرف إنجليش وكابونجا ربنا يشفيه والليتي، مش عاوز أنسى حد، مش عاوز أنسى حد، لكن جيل عظيم، جيل ياما استمتعنا معاه بكرة القدم. وفي مجلس إدارة محترم بقيادة شاب واعد هو الدكتور مصطفى الشامي ابن الحاج محمود الشامي، تمام، معاهم جهاز فني على أعلى مستوى أحمد عبد الرؤوف وجهازه الفني بالكامل، ومعاهم جمهور يحرك الصخر، معاهم جمهور يحرك الصخر، جمهور بلدية المحلة. فرجني يا طايل جمهور بلدية المحلة كلمة السر ماشية ازاي. صور لجمهور بلدية المحلة اللي موجودين، شايفين يا جماعة بنلاقي ده في الدوري الممتاز، بنلاقي ده في الدوري الممتاز. سمعني يا باشا الصوت والصورة، سمعني. تمام، ده جمهور بلدية المحلة اللي ورا فرقته في الداخل وفي الخارج، واللي صبر في بعض الإخفاقات في بعض الأسابيع لغاية ما رجع تاني حمادة علوي في الجهاز وأحمد عبد الرؤوف ومنظومة متكاملة وأشرف الشامي من وراهم في المدرجات. إيه ده؟ إيه العظمة اللي موجودة في نادي بلدية المحلة؟ بلدية المحلة فوزها معناها مبروك عودة البلدية إلى الدوري الممتاز. طيب طنطا، وما أدراك ما طنطا، مع نجم كبير هو الكابتن عمرو أنور نجم النادي الأهلي والمونديالي، معاه جهاز فني محترم، كل الموجودين في الجهاز كابتن حمادة يونس ووليد المحروقي وإكرامي صبر، كل الموجودين في الجهاز، مجلس إدارة يشار إليه بالبنان حسن فايز عريبي، واحد من الأساتذة في مجال الإدارة في مصر كلها، محمد أبو فريخة النائب، كل أعضاء المجلس بلا استثناء، تمام، وراء جمهور أنا أعجز إن أنا أتكلم، وفاء ما بعد وفاء جوه الملعب وبره الملعب، وفي الغربية مدير أمن حدث ولا حرج، تمام، حدث ولا حرج. سمعني بالصوت والصورة طنط، نسمع الأول. دي بعض الصور، النوبي وكل اللي موجودين بلا استثناء، تمام، ده في مباراة طنطا، في بعد مباراة طنطا اللي موجودين، اللي هو محمد عمار مدير الأمن، موجود شخصية رائعة سواء كان في طنطا أو في البلدية بيسهل دخول الجماهير، موجود اللي هو صلاح سالم الحكم دار، موجود اللي هو محمد شوبير الأمن العام العميد محمد عز، حاجة محترمة
محترمة بكل ما تعنيه الكلمة بره وجوه. هفرجكم بعض الصور دلوقتي، اصبروا عشان تشوف المشجع بيروح ورا فرقته في كل مكان حتى ولو جات له أزمة قلبية، زي ما هوريكم بعض الصور النهاردة. وحوريكم دي كارنس، دي كارنس حسام عبد العال معاه جهاز فني محترم، معاه فرقة على أعلى مستوى. مهندس خضر إبراهيم بقى ده حدوتة، حدوتة في الإدارة، وكمان حدوتة. ولك أن تتخيل دي كارنس من سنتين كانت إيه، ودلوقتي بقى دي كارنس عاملة إزاي، عاملة إزاي، عاملة حالة في محافظة الدقهلية، عاملة حالة في محافظة الدقهلية، في حالة فوز طنطا وتعادل دي كارنس مع البلدية، مبروك لطنطا. في حالة فوز البلدية زي ما قلت لكم خلاص قضي الأمر، مبروك للبلدية. في حالة تعادل طنطا وفوز دي كارنس، مبروك لكارنس. في حالة تعادل في حالة فوز دي كارنس على البلدية وهنا طنطا نفس الرصيد، نعمل ثلاث فرق مع بعضهم هيطلع دي كارنس هي الأولى. وهقول لكم بالتفصيل كل فرقة حالها، الحالة اللي تصعدها للدوري الممتاز بعد قليل. لكن ده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجينه. يعز عليا قوي 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 ان الاقي كيان كبير زي المنصورة اللي طالما صال وجان نجومها على مدار التاريخ في ملاعب مصر ومع منتخبات مصر، الاقي المنصورة مش موجودة في دوري المحترفين للأسف الشديد، على الرغم من ان مجلس الإدارة ما تدخلش اي جهد. رئيس فني على اعلى مستوى ياسر كناني موجود، العميد محمد بسوني عمل طفرة اجتماعية ورياضية، لكن منافسة كرة قدم ممكن تديك وممكن ما تديكش. لكن يعز علي ان الاقي المنصورة، الاقي الاولمبي اللي فاز بالدوري العام مش موجود في دوري المحترفين. دي الاندية الشعبية، بعدهم يجي الحمام ويجي سبورتنج ونابارو وكل الفرق اللي موجودة. لكن انا هفرجكم على صور للجماهير وتفاعلها مع المباراة الأخيرة عشان أوريك حالة الحزن اللي كانت مسيطرة على جماهير فريق كبير جدا وفريق المنصورة. هات لي الصور كده يا طويل واحدة واحدة، خليني أقول اللي فيها. صورة هتتكلم عن نفسها، كل صورة هتشوفوها دلوقتي هتتكلم عن نفسها، سواء في البلدية أو في طنطا أو في تكنس أو في أبو قير أو في المنصورة أو في نابارو. لا دي حدوتة، دي حدوتة السنة دي، والسر في ده كله دوري المحترفين. وهتكلم كلمتين سرعة جدا. أنا هنا ببرنامجي بفصل ما بين وجودي كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم وما بين إن البرنامج ده منبر للجميع. من حقك اللي أنت تطلع وتنتقدني في الاتحاد الكورة، من حقك تطلع وتقول لي لأ أنا القرار ده مش موافق عليه. حقك في البرنامج هنا. زي ما أنا حقي هناك أقول أنا مع القرار ولا مش مع القرار. وأنا هناك في الاتحاد مع تطبيق دوري المحترفين قولا واحدا، بس عشان نبقى كلنا عارفين. الاسبوع ده مع كامل احترامي لقيمه كبيره جدا هو الاستاذ ابراهيم المنيسي. استاذ ابراهيم المنيسي واحد من اساتذه الاعلام اللي اتعلمنا منهم كتير. استاذ ابراهيم المنيسي في هذا الاسبوع فيديو قال ان خصني بالاسم، قال ان ايهاب الكومي جاي دلوقتي يقول دوري المحترفين لا، وواقف مع الأندية ضد الاتحاد، وده شيء غير مبرر بالمرة، وان هو عاوز يكتسب الأصوات من الجمعية العمومية عشان الانتخابات وأمور من هذا القبيل. وأنا بصراحة أنا بعت للأستاذ إبراهيم المنيسي، بعت للأستاذ إبراهيم المنيسي. هنا بفصل من حق العميد محمد بسيون رئيس المنصورة يدخل ويقول مش موافق، من حق كابتن عبد الحميد المصطفى يدخل مش موافق، من حقك طارق كابتن طارق الشاذلي يدخل ويقول مش موافق، من حقك هنا اتكلم، زي من حق انا هناك كمان بقول لا الدوري هيقام. تمام؟ فانا بفصل يا فندم ما بين شغل هنا وما بين وجودي داخل الاتحاد المصري لكره القدم. تمام؟ وبرضو انا كعضو اتحاد بنقل نبض الانديه، ممكن الانديه قالت لي احنا عاوزين نعمل مجموعتين، واتكلمت من المجلس قال لك لا احنا قرار واحد 20 نادي، وانا موافق على ال 20 نادي. لان لو انا جيت دلوقتي قلت هاخد السابع او الثامن، العاشر هيقول لي وانا فين، انا كمان من حقي ان انا اكون موجود في الدوري. فقولا واحدا دوري القسم او دوري المحترفين مجموعه واحده من 20 نادي.
حتى وإن كنت أنا بقول الأندية الشعبية راحت فين، وأنا خصصت هنا في برنامجي 3 حلقات الأندية الشعبية إلى أين، نشوف حلول، ما نديش مسكنات، نشوف حلول عشان الجماهير اللي موجودة في المدرجات واللي هي مصدر الأمل في كرة القدم المصرية، لعودتنا للطريق الصحيح. إزاي أوقف الأندية دي على رجلها مرة تانية كمؤسسات حكومية وكوزارة شباب ورياضة وكاتحاد مصر لكرة القدم ومجالس إدارات الأندية وتنمية محلية؟ إزاي كلنا نعمل على عودة الأندية الشعبية؟ أندية الشركات والمؤسسات لها دورها، وممكن تقوم بالرعاية زي ما عملت سيراميكا كليوباترا مع ديروت، وزي ما عملت إمبي مع المصري بالسلوم، نشوف نقدر نعمل إيه. لكن دور المحترفين هو اللي خلى الحالة دي اللي موجودة في دوري القسم الثاني الموسم ده، حتى الرمق الأخير أو حتى الأسبوع الأخير. فأنا بس يعني كل رؤساء مجالس الإدارة تربطنا بهم علاقة حميمية، لكن أنا مع قرار مجلس الإدارة بأن الدوري 20 نادي قولا واحدا، بس عشان بس الناس اللي بتقول أنا بزايد أو أن أنا بميل عشان الأصوات، لا، أنا بتكلم في المصلحة. طالما أن ده بيخدم كرة القدم المصرية سمعا وطاعة، شوف حل بقى الأندية الشعبية دي إزاي نرجعها مرة تانية لمكانها الطبيعي. فده بس حبيت أتكلم فيه في البداية. هات الصور يا طيب. دي أحد مشجعي نادي المنصورة، حسرة حسرة على اللي بيحصل. شايفين يا جماعة المنصورة، المنصورة يا المنصورة، مش عاوز أقول مين ومين 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 يا أسماء، عشان أتكلم لازم أقول، اهدوا علي واحدة واحدة. الصورة دي حاج عبد الله، رجع لي بس الصورة اللي فاتت يا طيب، معلش رجع للصورة اللي فاتت. أيوة دي، وقف عندها، وقف، سيبها تتكلم، سيب الصورة تتكلم، سيب كل معاني الحسرة والندم ومعاني التوهان والحزن على عدم تواجد قلعة كبيرة جدا 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 هي فريق نادي المنصورة. تمام، هو ده، هي دي الصورة، هي دي الصورة. لو أنا غبت صامت كده حسابها تتكلم عن نفسها، تتكلم، هتطلع منها حاجات كتيرة جدا، هتطلع تاريخ وتطلع أجيال وتطلع نجوم منتخبات وتطلع ناس جريت ورا فرقتها بره وجوه في الدوري الممتاز كأكبر الفرق في الدلتا اللي شاركت في الدوري الممتاز، عغز المحلة دي المنصورة بتاريخها الكبير. تمام، لكن الجمهور الأمل، تعالى بقى الصورة اللي بعدها، ده الحاج عبد الله مشجع نادي طنطا، تعبان وطلع ورا الفرقه في الحمام في مطروح وجات له ازمه قلبيه زي ما احنا شايفين. ايه اللي يجبر الحاج عبد الله على كده؟ الحب ده اللي بيجبره، العشق، التيشيرت اللي لابسه ده اللي هو عنده جزء منه، من كيانه، من بيته، من اسرته، هو ده، هي دي الصور اللي احنا بنتكلم عنها، هو ده الجمال، هو ده اللي انا اقول له شكرا يا حاج عبد الله، وشكرا وهارد لك لجماهير المنصوره اللي قبلها، والحاج عبد الله اللي رايح ورا فرقته اللي كانت مهزومه من الحمام حتى دقيقه 80 وفي اصرار لغايه ما جابت التعادل وجابت الفوز، زي ما كان في اصرار في البلديه وكان في اصرار في الكرنس، عشان كده الثلاثي حتى الاسبوع الاخير. صعدت البلديه مليون مليون مبروك، تستحقها، وعوده الى مكانك الطبيعي مع مجلس اداره محترم. صعدت طنطا، طنطا كيان كبير وإدارة على أعلى مستوى وفريق قدم موسم من أفضل مواسم، وجمهور هنا سواء في طنطا أو في البلدية حدث ولا حرج. صعدت ديكرنس، يبقى الخضر إبراهيم نعمل له تمثال، ينحط كده على مدخل ديكرنس وعلى مدخل محافظة الدقهلية، إن راجل أعاد هيبة الكرة في محافظة الدقهلية مرة تانية، إن راجل قدر يعمل فريق اسمه ديكرنس ينافس الكبار وبيحدد انا اطلع ولا غيري يطلع، انا اللي واقف حتى النهايه. شكرا للخضر ابراهيم ومجلس ادارته بالكامل على الطفره اللي معموله. شكرا لجمهور ديكرنس، لجمهور طنطا، لجمهور البلديه، لجمهور شبين، هارد لك ابو قير للاسمده، منتظرين كفر الشيخ او بروكسي. لا 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 لا، موسم يا جماعه استثنائي بكل ما تعنيه الكلمه. طيب هتكلم برضو في حاجة سريعة جدا جدا جدا،
هذا الأسبوع عندنا بكرة مباراة مهمة جدا في دوري القسم الثاني، أيضا في المجموعة الأولى هتكون ما بين وادي دجلة ونادي زد. وحاليا نادي زد في المرتبة الأولى برصيد 59 نقطة، يليه وادي دجلة 54 نقطة. بكرة زد فاز أو تعادل شكرا، صعد للدوري الممتاز. ومبروك مجدي عبد العاطي، مبروك كابتن سيف زاهر، مبروك هيثم عبد العظيم، وكل منظومة نادي زد، كابتن أحمد حسن، كابتن أحمد عبد الله، كل القائمين على النادي اللي أنا أشدت بيه وقلت سيبنا من الفريق الأول، دور على قطاعات الناشئين، على الكنز اللي مدفون في زد مع الكابتن علاء نبيل. ده كنز زد، بعد كام سنة هتلاقي لعيبة مصر المحترفة تطلع من هناك، وهتلاقي فريق أول في درر موجودة بيشتري وبيجيب لعيبة صغيرة وعامل رعاية صحية وطبية واحترافية على أعلى مستوى، فهيبقى إضافة كبيرة جدا للكرة المصرية. وادي دجلة على مدار سنوات، على مدار سنوات طفرات إنشائية ونوادي اجتماعية وأيضا رياضية على أعلى مستوى. في حالة فوز زد هيبقى خلاص مبروك أو تعادله، في حالة فوز وادي دجلة هيبقى 58 نقطة 57 نقطة، وينتظر المباراة الأخيرة اللي هتجمع ما بين زد والسكة الحديد. لسه كل حاجة في الملعب، كل شيء في الملعب. بشكر أيضا السكة الحديد أمير عزم مجاهد، بشكر دكتور سيد عيسى، العميد حسام السيسي، وكل المنظومة، ومن قبلهم طبعا سيادة الفريق كامل الوزير اللي وفر كل شيء عشان نلاقي السكة الحديد أقدم الأندية المصرية بتعود إلى الصورة مرة ثانية وتتواجد في دوري المحترفين، وكانت قاب قوسين أو أدنى من الصعود للدوري الممتاز. موجود نادي القناة مع الدكتور خالد عفيفي، موسم أكثر من رائع، بتروجيت اللي رجع مرة تانية. فده اللي احنا عايزينه، لكن اللي احنا مش عايزينه التشكيك. الاتحاد المصري لكرة القدم لا يعنيه مين اللي هيسقط ومين اللي هيبقى موجود، ما يعنيه هو نجاح المسابقة ونجاح المنظومة، لكن التشكيك صعب. ولما يجي التشكيك من عقلية محترمة ومرتبة ومنظمة، لا كتير. نزلت تويتة للأستاذ ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، هتهنى على الشاشة، قال سيذكر التاريخ أن اتحادا مصريا لكرة القدم تلقى تبرعا مقداره 10 ملايين جنيه من أحد الأندية المتبارية للصعود للدوري الممتاز قبل 72 ساعة من المباراة قبل النهائية المحددة للفريق الصاعد، المحددة عفوا للفريق الصاعد. سيبها يا طايل، نزلها، خليها من ورا الشاشة. دي التويتة بتاعت الأستاذ ماجد سامي، معناه ان الاتحاد المصري تلقى تبرع 10 مليون جنيه زي ما قال هو. يعني الراجل محترم طبعا ومعروف عنه يعني الاحترام، فما رضاش يقول لك يعني ما ينفعش يقول رشوه، قال لك تبرع. ماشي تبرع، بلاش انا اقول انا كمان رشوه، هخليها تبرع، حاضر تبرع. طيب فالناس تقوم تقول مين النادي ده وازاي ده حصل؟ يا جماعه بلاش تشكيك، ما نقول الحقيقه، ما نقول الصوره كامله. ايه الموضوع؟ الموضوع في الصور اللي هنزلها احمد طايل دلوقتي وهقول لكم القصه دي. هات لي الصور اللي عندك كده عشان اقول بس التاريخ هيذكر ايه وهيقول ايه. الصور ده موجود قدام حضراتكم، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الراجل المحترم، موجود جنبه الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد مصر كره القدم، كابتن احمد حسن عميد اللاعبين المصريين طبعا، هو كابتن حسام حسن نجمين الكبار، واحد ايضا من نجومنا على مستوى التاريخ. اللي بعدها ادي السيد هيثم عبد العظيم رئيس مجلس اداره شركه ارو اعتقد اسمها كده، معالي الوزير استاذ جمال علام. اللي بعده صوره ايات موجوده، كابتن علاء نبيل، دكتور رادينا، موجود كمان السيد اللي هو مشهور، موجود كابتن زيدان، موجود كابتن حازم امام، كابتن احمد عبد الله، سياده النائب احمد دياب، استاذ خالد الدرندلي، دولت اللي قدام يعني ايه لو انا عارف اشوف من غير نظاره يبقى كويس، وكابتن سيف زاهر اللي هناك على الطرف، تمام كابتن سيف زاهر تمام. ايه اللي بعد كده؟ هات يا سيدي اتفرج،
قيادات وزارة الشباب والرياضة دكتور عادل رضوان وكل قيادات وزارة الشباب والرياضة المحترمين موجودين في الصورة قدامنا. دي الصورة. تمام؟ هات لي بقى برضو تاني، لا ارجع لي بقى على الخلفية بتاعت معالي الوزير والأستاذ جمال علام. الصورة، أخد بس العنوان اللي وراها بعد إذنك يا سيدي. وزارة الشباب والرياضة تطوير منظومة كرة القدم في مصر. طيب، إيه الحكاية؟ الحكاية يا سادة التبرع اللي قال عليه الأستاذ ماجد سامي. من حوالي 3-4 شهور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ولأنه بيفكر دايما خارج الصندوق، كان في اجتماع مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وأنا فاكر لأن أنا كنت موجود فيه، دعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية. أدي السيد وليد العطار برضه، وأدي الدكتور عادل رضوان ممثل عن الوزارة، وأدي هيثم عبد العظيم ممثل عن الشركة أو صندوق الدعم. الحكاية إيه؟ وزارة الشباب والرياضة عاملة بروتوكول مع هذا الصندوق اللي بيمثله الشركة اللي رئيس مجلس إدارتها الأستاذ هيثم عبد العظيم، واحد من الناس المحترمة جدا. تمام؟ طيب، إيه علاقة الاتحاد الكورة بهذا الصندوق؟ معالي الوزير في القعدة، تمام؟ كفاية صور بقى، تعالى لي طيب، تعالى لي. معالي الوزير في جلسته مع الاتحاد المصري لكرة القدم، قال يا جماعة إحنا عايزين نعمل طفرة وتطوير لمنتخبات الناشئين المصرية. الراجل دايما بيفكر ويسبق، واحد فكره استثماري. تمام، احنا مع حضرتك، والله عندنا منتخب اول ومنتخب اولمبي ومنتخبات ناشئين، عندنا 10 قروش بنصرف على المنظومة منها بجانب المرتبات والاجهزة الفنية. قال طيب احنا كوزارة هنشيل من عليكم هم كبير جدا، هم المصروفات الخاصة بهذه المنتخبات اللي هي منتخبات الناشئين. يا ريت. ازاي يا فندم؟ قال في صندوق بنعمله الوزارة دلوقتي مع بعض الشركات الخاصة. الشركات دي هتحط في الصندوق حوالي 250 مليون جنيه، خلال 10 سنوات ممكن تصل إلى 500 مليون جنيه. حضراتكم هتبعتوا لنا إن المنتخب ده محتاج معسكرات، محتاج مباريات ودية، واحنا على ضوء كده بنجيب لكم الفلوس من الصندوق. طيب، مين اللي يكره كده؟ مين اللي يكره كده؟ طيب يا معالي الوزير بعد اذنك اتفضلوا. هذا الصندوق اللي بيوقعه وزاره الشباب والرياضه مع هذه الشركات المحترمه لا دخل له من قريب أو من بعيد، وبكررها مرة تانية عشان بس اللي بتردد، لا دخل له من قريب أو من بعيد بالأمور الفنية، هي من اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم. اختيار الأجهزة الفنية فوق لتحت والطبية والإدارية ده حق أصيل للاتحاد المصري لكرة القدم. معالي الوزير قال ومين قال غير كده؟ بروتوكول يتضمن هذا، يتضمن. انتهت، انتهت. احنا ممكن نساعد، نجيب معسكرات، نقول ممكن نطور في كذا، لكن الامور الفنيه بتاعتكم من الالف الى الياء، عشان بس برضو اللي عمالين الاجهزه هم اللي بيحطوا، مفيش. تمام، مفيش. واللي قاعد يقول لك ده هيثم عبد العظيم عشان ابنه على فكره كان بيلعب، هو مواليد 2007 وكان بيلعب مع 2006، واقسم بالله الولد لعيب وجاي، ممكن اتظلم مع 2006 لان الاجسام، ورغم كده كان بيلعب وكان بيهدف وهداف، ده جاب اجوان في مباراه رسميه، وموجود حاليا في الدوري البرتغالي. وعلى فكره ماليش علاقه بهيثم اطلاقا، لا بشوف ولا بيشوفني، واي حد يقول غير كده، ولا ليه علاقه مثلا ان انا موجود هنا او موجود هنا خالص، لا يجرؤ واحد اللي هو يقول كده عشان بس على الملأ، لكن دي شهاده حق انا بقولها. فاول سنه 10 مليون جنيه من الصندوق. اتحاد الكرة شاهد على البروتوكول اللي طرفه هنا وهنا، وهيمثل من خلال قلنا لو سيادة الوزير هو الرئيس هيبقى الأستاذ جمال موجود معاه، طالما سيادة الوزير مش موجود في المجلس التنفيذي يبقى ما ينفعش رئيس الاتحاد، فأصبح السيد خالد درندلي بقيمته الكبيرة ممثل الاتحاد المصري، ومعه بصفته كنائب للرئيس، ومعه السيد وليد العطار بصفته المدير التنفيذي. تمام؟ والناس حدونا المبالغ اللي احنا محتاجينها لمنتخبات الناشئين اللي بتتشكل من خلال لجنه موجود فيها كابتن حازم امام، كابتن محمد بركات، المهندس عامر حسين، فيتوريا ميكالي. واللجنه دي مش هتختار وخلاص، هتيجي تعرض على مجلس الاداره
ومرة تانية بقول في استمارة موجودة، وأنا ممكن على عند أنا أبعتها للمدربين كلهم، كل مدرب يملأ الاستمارة ويبعتها للاتحاد المصري، وهتنزل على السيد الخاص بالاتحاد، وهيقعد اللجنة دي يشوفوا كل اللي موجود، مين اللي يصلح يكون موجود في هذه المنتخبات، عشان بس اللي يقول لك الأجهزة اتشكلت والصندوق اللي حط والصندوق نادي زد وداني الاتحاد قبل مباراة دجلة وقبل وقبل وقبل، بلاش التشكيك. ما نقول الحقيقة على الملأ، الصور قدامكم في وزارة، الوزير بقى بيدلس مع الاتحاد وكلنا بندلس عشان نادي زد يصعد. احنا من يصعد زد، يصعد وادي دجلة، يصعد القناة، يصعد بتروجيت، من يصعد؟ مليون مبروك، مليون مبروك، مليون مبروك لمن يصعد في النهاية. احنا الشرف مع حد، والله نفسنا المسابقه تكون على اعلى مستوى، ونفسنا نلاقي دوري قوي تحت الدوري الممتاز، ونفسنا نلاقي كره القدم في مصر بتتطور نحو الامام. لكن ده كل واحد ماسك لك تصيد اخطاء. البارح الاتحاد الدولي للمحترفين، لجمعيات اللاعبين المحترفين، ده مش الاتحاد الدولي، ده الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اللي منه جمعيه اللاعبين المحترفين في مصر اللي بيقودها طبعا صديقنا العزيز كابتن مجدي عبد الغني، ورجع قال لك انا بحذر اللاعبين من التعاقد مع الانديه المصريه وي 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 وي، والناس سابت كل حاجه ومسكت اتحاد الكوره، واتحاد الكوره اللي بيتعاقد مع اللاعبين، واتحاد الكوره اللي ما بيديش للعيبه حقها. وبعدين احنا عندنا ايه؟ الرد كان على طول من خلال، قلنا يا جماعه نظام التي ام اس اللي انت عشان تستخدم البطاقه الدوليه لاي لاعب، احنا عندنا 113 نادي في مصر بيمتلكوا هذا النظام، فما فيش اي داعي او التلاعب في استخدام البطاقات الدوليه، لان 113 نادي القسم الاول والقسم الثاني وعدد كبير من انديه القسم الثالث بتملك ده. تاني حاجه، الاتحاد المصري عنده حوالي 268 لاعب اجنبي في مختلف الدرجات. يقول لك الانديه بتحجب جوازات السفر. الاتحاد المصري حاضر المسؤولين. احنا ما جالناش غير حالتين مره شكوى، وتم التعامل معاهم وتم ارجاع جوازات السفر من خلال الانديه للاعبين. طيب. يقول لك مثلا الاتحاد المصري احنا عندنا عقود موحده تم اعتمادها من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد الدولي المحترفين من عام 2020 وشغالين بيها. لكن هل الاتحاد المصري هيروح وانت لاعب اجنبي مع وكيلك بتمضي عقدك مع النادي هو اللي هيحط لك المبلغ اللي انت بتاخده، ولا هتاخده بالمصري او بالانجليزي او بالدولار او بالاسترليني؟ ما حضرتك اللي بتحط ده وبتحدده. يوم ما النادي يخل معاك اشتكي الاتحاد المصري هيجيب لك حقك. ما كانش اشتكي الاتحاد الدولي. تمام؟ وحسنا فعل ايضا بيان ايضا صدر من رابطه الانديه بقياده النائب احمد دياب. والنائب احمد دياب على فكره واحد من الشخصيات المحترمه بكل ما تعنيه الكلمه، عنده فكره عاليه جدا وشغال بهدوء بهدوء، رغم اللي عمال يتكلم هنا بهدوء بهدوء. وطلع بيان البارح محترم جدا بجانب بيان الاتحاد المصري لكره القدم. جمعيه اللاعبين المحترفين اتكلمت على لجنه فض المنازعات و و، الاتحاد المصري من جلستين فاتوا خدنا بيرشح اتنين، رئيس اللجنه ونائب رئيس اللجنه. اخترنا اتنين مستشارين. كابتن مجدي بعت لسته من الجمعيه بيرشحهم وسته بيجوا من رابطه الانديه في طريقهم، وهتعلن لجنه فض المنازعات، مفيش اي خلافات. هي دي اللي عامله نعملها، مفيش مشكله خالص. لكن الاتحاد المصري عمره ما هيتستر على مخالفه هنا او مخالفه هنا، لكن كل واحد بيروج للي هو عايزه. ده بس انا حبيت أبدأ بيه في البداية. أنا عارف اللي أنا جاي لي رسائل وأنا شغال دلوقتي، مش عاوز أقول لحضراتكم الدنيا ماشية إزاي. كابتن أحمد نبيل، مساء الخير يا دكتور، أتمنى إنهاء مصطلح نادي شركات ونادي شعب لأسباب كثيرة منها الآتي. هقراها يا كابتن أحمد، حاضر بالتفصيل زي ما أنت عايز. بص يا كابتن أحمد، برضو أنا بس هقول كلمتين قبل ما هقرا رسالتك مع ضيوفي. أنا لست ضد أندية الشركات أو المؤسسات، مش ضدها، ولكن أنا مع كيفية النهوض بالأندية الشعبية، الأندية الجماهيرية. اشتغل كنادي شركة وكنادي أنت أسهمت كتير، ووجودك في الدوري إداله طعم وإداله لون، ووجود الأندية اللي موجودة في الدوري ممتاز، أضافت بيراميدز، أضاف فيوتشر، أضاف سيراميكا كليوباترا، أضافت إم بي، أضاف أندية كتيرة جدا، أضافت زي الانديه الموجوده في القسم الثاني، وامدت منتخباتنا بلاعبين كتير. لو لعب هتلاقي بيراميدز فيها لاعبين، فيوتشر فيها لاعبين في المنتخب، سيراميكا كليوباترا فيها لاعبين في المنتخب، ده كله من الانديه الشركات والمؤسسات، محدش يقدر ينكر ابدا دورك. لكن انا قلت في تجربه عملها ناديين السنه دي، ام بي
خد نادي في القسم الثاني المصري بالسلوم، اشتغل بيه ورعاه. سيراميكا كليوباترا عمل كده مع ديروت في الصعيد، ده اللي احنا عايزين نشوفه. الاقي القناه موجوده في النادي الاسماعيلي، الاقي بتروجيت موجود مع منتخب السويس، الاقي الترسانه البحريه موجوده مع الترسانه، الاقي مصر بورسعيدي مثلا مع الحاويات. ده اللي انا بحلم بيه، الاقي استثمار حقيقي دون معوقات يوقف الانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه على رجليها. لكن انا مع لست ابدا ضد انديه المؤسسات او ضد الشركات، اشتغل بس في نفس الثانيه عاوز اوقف دولة على رجلها، عشان الجماهير اللي انا بشوفها في كل مكان اللي هي طعم ولون كره القدم في مصر. وحاول ارسلت حضرتك بالتفصيل، ومعايا حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها في وقتها ان شاء الله رب العالمين. تمام، لكن هنقول ايه؟ الاهلي، خلوني برضو الاهلي طبعا، وان شاء الله هتعدي وشخصيه البطل هتبان، وهنفرح كلنا يوم الاحد بعوده الاهلي المنتصر ان شاء الله من المغرب الشقيق من كازابلانكا. كولر ورجال النادي الاهلي هيرجعوا بالفرحه وبالبسمه لمصر كلها. ده مغادره بعثه النادي الاهلي النهارده لمطار القاهره متوجهه، وكان استقبال بصراحه بشكر الاشقاء ايضا في المغرب الشقيق على الاستقبال الرائع اللي استقبلت بيه بعثه النادي الاهلي النهارده. وكان موجود طبعا كابتن محمود الخطيب، موجود كابتن حسام غالي رئيس البعثه. فطبعا حاجه جميله جدا جدا، وان شاء الله باذن الله الهدف اللي داخل فينا هنا هو اللي هيكون صعودنا ان شاء الله وحصولنا على البطوله دي باذن الله. الحد اللي جاي كلنا هنفرح في مصر بحصول النادي الاهلي على محبوبته الافريقيه، وده اللي احنا كلنا بنتمناه. بعض الامور السريعه جدا، تشكيل الاهلي المتوقع هيكون الشناوي على الطرفين علي معلول، محمد هاني، ارتكاز عبد المنعم وياسر ابراهيم، قدامهم محمد فتحي، مروان عطيه والسوليه، حسين الشحات، بيرستاو، ومحمود كهربا في الهجوم. بنتمنى التوفيق ان شاء الله. النهارده كان مستر بريرا عمل مؤتمر صحفي رئيس لجنه الحكام واتكلم فيه. هقول لكم باختصار شديد جدا، بريرا بيفكر في ايه؟ بريرا بيفكر في ايه يا ساده؟ بيفكر في الاهلي. الراجل ده مش سهل، وبيتفرج الفتره اللي فاتت بيتفرج على الحكام، بيتفرج على اللجنه اللي موجوده، بيتفرج على كل شيء في المنظومه، وعمل داتا كامله. السنه الجايه بقى بدا يقيم الحكام، هتلاقي الدوري الممتاز بيقودوا مجموعه من الحكام، ما تنزلش تحكم تحت. المحترفين بيقودوا مجموعه، ما تنزلش اللي بعدها كده. ومع نهايه الموسم زي الانديه، اللي نجح مكمل، اللي اخفق ينزل، واللي نجح من تحت يطلع فوق. خلي في تنافس، كل واحد عاوز يقدم افضل ما لديه. تمام، وهنعمل كمان او هيعمل معسكر لبعض الحكام اللي هيكملوا مباراه الدوري الممتاز والكاس خلال فترة الأجندة الدولية اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. فاللي أنا بقوله نفسي يعني نهدى شوية عشان نقدر، الناس كلها بتطالب بتطوير، ما احنا ماشيين بس نهدى، مش هلاقي لعيب كرة قدم كبير ولاعيبة محترمة وكلام من هنا وكلام من هنا ورئيس نادي من هنا ورئيس نادي من هنا، واللي عاوز يطالب. وبرضه عاوز أرجع تاني عشان بس البعض ما يقولش، في دوري المحترفين الأندية تم إختارها من أول شهر أكتوبر قبل المسابقة ما تبدأ بشهر، ولكن إحنا جينا من خلال جمعية عمومية. لا عاوز يعمل حاجة يعملها، لكن الدوري زي ما بقول لحضراتكم قادم، والنهاردة كانت في قاعدة عشان التسويق بصورة كبيرة جدا، يعني في أكثر من مكان عاوزين ياخدوا الدوري الموسم القادم، وإن شاء الله بإذن الله يكون دافع كبير جدا. لكن أنا قضيتي هنا على طول الأندية الشعبية إلى أين؟ لغايه ما نلاقي حلول من قبل سياده الوزير، من قبل الدوله، من قبل الاتحاد، من قبل رؤساء مجالس او مجالس ادارات هذه الانديه. طيب ناخد النشره يا شباب ولا ايه؟ يلا النشره، ماشي اوكي. رئيس الترسانه يعقد جلسه تحفيزيه مع اللاعبين استعدادا لمواجهه بتروجيت. أندية القسم الثاني تعقد اجتماعا عاجلا السبت المقبل لبحث تعديل نظام دوري المحترفين. منتخب السويس يعسكر اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة مستقبل سبورت غدا.
أيمن المزين المدير الفني لأبو قير للأسمدة يشكو حكم مباراة فريقه أمام كفر الشيخ. مسابقات القسم الثاني تغرم سك الحديد والإنتاج الحربي 20,000 جنيها بسبب المشدات. رئيس كفر الشيخ يصرف جزء من المستحقات المالية للاعبين أملاً في الحصول على المركز السادس. إدارة المصري بالسلوم تطالب اتحاد كرة القدم بالعودة للنظام السابق للمسابقة. حرس الحدود يرفض العروض المحلية للاعبيه للمنافسة في دوري المحترفين. أسترين كومباني يستقر على الاستغناء عن اللاعبين كبار السن بعد التأكد من الهبوط. هشام عبد المنعم يبحث عن نجوم في الصعيد لتدعيم بترول أسيوط في الموسم المقبل. شكرا للزملاء. هاخد بس حاجتين اتنين على قلم سريع. المصري بالسلوم العودة الى النظام السابق. لو احنا رجعنا للنظام السابق برضو المصري بالسلوم ومعاه عدد من الفرق هتنزل القسم الثالث، مفيش جديد. حاجة تانية، بعض الأندية تدعو لجمعية عمومية لتجمع من حق كل الأندية، محدش يقدر ولا حق، لأن الجمعية العمومية دي هي اللي جايبة الاتحاد المصري لكرة القدم وهي صاحبة الكلمة. لكن أنا بقول لحضراتكم هناك اتفاق بين جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وعلى رسوم الرئيس ونائب الرئيس وكل الأعضاء إن الدوري من 20 نادي، لكن ما أقدرش أمنح حق أصيل للأندية، مش يقدر يتكلم فيه. تمام، دي بعض النقاط بس السريعة اللي اتكلمت فيها. هطلع بتقرير عن المؤتمر الصحفي لبريرا المدير أو رئيس لجنة الحكام المصرية، وبعد هذا التقرير هينضم لي ضيفي الكريمين كابتن كرم جابر وكابتن سعيد مراد، وحديث عن القسم الثالث وأهداف هنا وأهداف هناك وصور أكثر من رائعة. انتظرونا. To say that when I arrive, لدينا 2427 حكما، تقييم الحكام على رأس أولوياتي، وإذا لم يكن لدينا حكام على مستوى مميز في الدرجات الأدنى لن يكون لدينا مثلهم في الدوري الممتاز. وبهذه المناسبة أهنئ حكمنا الذي أدار نهائي كأس العالم لكرة الصالات قبل عامين بين البرتغال والأرجنتين محمد حسن. لدينا 50,785 تعيينا للحكام في الموسم، وهو مجهود كبير، أشكر زملائي في اللجنة عليه. قمنا بعمل استبيان للحكام من أجل معرفة مشاكلهم واحتياجاتهم لاستعدادا للموسم الجديد، وسيتم تعيين مسؤولين عن القطاعات لينقلوا خطة التطوير الموضوعية من جانبنا في المناطق. الحكام يحتاجون للمشاركة باستمرار في إدارة المباريات. في بعض الأحيان يشارك الحكم في مواجهة واحدة أو اثنين طوال الموسم، وحكم آخر يدير عدد أكبر. الأمر يشبه محمد صلاح نجم ليفربول، فهو يلعب أكثر من 50 لقاء في الموسم حتى يظهر بهذا المستوى. قمنا بعمل تصفيات للحكام بحيث تكون لكل مسابقة حكامها. يجب علينا وضع تصنيفات للحكام، لأنه من غير المنطقي أن أعمل مع 300 حكم في معسكر واحد. عندما أعمل مع عدد أقل فهذا يساعد على الوصول لأفضل جودة، خاصة وأنه من الضروري العمل مع الحكام في الجانبين العملي والنظري. حاجتين مهمين جدا، العنصر الأول زي ما قلت لك إن هيبقى عندنا مستويات وناس بتتنافس مع بعض، اللي أنت بقى فيه صعود وهبوط. طب صعود وهبوط إزاي؟ أنت في المستوى الأول هيهبط أقل مثلا 10 أو 8 اللي هم أقل أداء فني طول الموسم، طول الموسم مش أثناء الموسم، خلي بالك عشان الناس تفهم. مش هيبقى يعني التقييم من خلال نهاية الموسم، هيلعب في المستوى ده سنة كاملة وبعد كده يهبط. في ناس أكيد في القسم الثاني بتدي نتائج إيجابية من خلال أداء فني وعملي داخل الملعب، ده هيبدأ يطلع برضو العشر الأوائل، فتلاقي فيه صعود وفيه هبوط. الحكم ما يقولش ان انا هفضل العب طول العمر في المستوى الاول. ان هي لجنه الحكام بتشتغل، لجنه الحكام عندها من القدره انها تعترف باخطائها. ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد في بدايته، اعتقد لو طبق ان شاء الله برنامج مستر فيتور بريرا بالشكل اللي هو شرحه، طبعا ان شاء الله باذن الله وده اللي هيحصل، هيكون في تطوير بشكل كبير جدا في مستوى التحكيم في مصر ان شاء الله. زي ما احنا زي ما كنتوا حاضرين وشفتوا يعني في موجود، هو معمول لائحه
وحط خطه للمستقبل. ايه المشاكل يمكن انا لاحظت فيها اسئله بتسال هو اللي عمل مستر بيريرا الفتره اللي فاتت ان هو كان بيجمع بيشوف ايه المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده في التحكيم, ايه الحلول اللي هو يقدر يحلها ونمشي عليها بحيث ان تبقى تدي مستقبل افضل للتحكيم المصري. يعني رجعنا لحضراتكم مرة ثانية, والحلقة النهاردة اللي الناس كلها مستمتعة من خلال رسائل عديدة جدا وصلالي وحقولها بعد شوية. لكن سريعا بس جدا, الأسبوع الماضي اتكلمت في موضوع المراهنات عشان مش هنستخبى منه يعني اطلاقا. وعاوز أقول لحضراتكم إن في قرار هيبقى بمثول بعض الأشخاص أمام لجنة الانضباط خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. وكمان المستشار محمد المشطة المستشار القانوني لاتحاد المصري لكرة القدم, كان قبل كده كان الموضوع ده ظهر من سنة برضو وخدوا خطوات فيه, فجدد الأمر تاني وفي شكاوى تم تقديمها إلى الجهات المختصة بناء على طلب من مجلس الإدارة فور المداخلة اللي حصلت من السيد إسلام الصياد رئيس نادي المجد الأسبوع الماضي. بس عشان نكون عارفين فالأمر ده واخد مأخذ الجد جدا الفترة دي. أرحب بضيوفي الكرام, نجم من نجوم الدراويش الكرة المصرية كابتن كرم جابر, والمدير الفني العديد من الأندية المصرية, واحد من اللي له اسم كبير جدا في مجال تدريب كرة القدم. منورنا كابتن كرم وأهلا وسهلا. وجودك يا دكتور, أنا سعيد إني موجود مع حضرتك ودايما منور ودايما متألق. يا أهلا بحضرتك. واحد من الهدافين اللي كانوا متعوك بكرة القدم, هو لسه يا دوب مبطل بقاله كام شهر بعد رحلة مع المصري البورسعيدي, واحد من النجوم المحترمين, والأول مرة بيشرفنا النهاردة كابتن سعيد مراد. منور الدنيا كابتن سعيد. حبيبة دكتور, مبسوط جدا ان مع حضرتك النهاردة ومع الكابتن كرم. طبعا لسه واخد فورمة لعبة كرة القدم ما شاء الله. سنة مبطل من سنة ونص. بقالك سنة ونص بس لسه واخد برضو فورمة يعني لسه ما لاش يا كابتن كرم. لسه دكتور. لسه شوية بشوية. لسه مدخلش شوية. لسه شوية بشوية. خدني معايا السنة دي. تشرف يا حبيبي. طيب. عاوز أبدأ مع كابتن كرم سريعا قبل ما أتكلم في أي حاجة. شايف المسابقة السنة دي القسم الثاني شكل تاني ومختلف وطعم تاني وتنافس حتى آخر دقيقة من عمر الأسبوع القادم إن شاء الله, شايفها إزاي؟ والله دكتور أنا شايف إن الاتحاد قدر أو الرابطة قدرت تخلق موسم استثنائي, بجد استثنائي. لأن لو خدت بالك في ظاهرة غريبة السنة دي, فرق المقدمة كلها فرق عدت نفسها عادات كويس رغم تفاوت المستويات الماديه واللعيبه, لكن عملت دوافع كبيره جدا في المسابقه في الثلاث مجموعات. لحد النهارده ما تعرفش مين اللي هيصعد, مين اللي هيقعد في دوري المحترفين, مين الفرق اللي هتهبط, او ممكن بشكل عموما لسه فاضل مجموعه ما قدرناش نحدد فيها مين الفرق اللي هتهبط. لكن انا شايف المسابقه كانت ناجحه جدا جدا, وكنت اتمنى الكلام ده اتعمل من بدري شويه. انا ساعد كتير جدا في مستوى الكوره في مصر. دوري المحترفين رأيك؟ رأيي انه لازم يتطبق, ومع احترام شديد لكل الناس اللائحة اتحطت من بداية الموسم معاك, وكان تقدر تعترض وكان تقدر تقول رأيك وتناقش اتحاد الكورة وتشوف الأنسب للكرة المصرية. بقى لنا كام سنة نقول لك أجله للسنة الجاية للسنة اللي بعدها, هنقيم الأجل لغاية إمتى؟ لغاية ما القيامة تقوم. ما يا دكتور احنا لازم ناخد قرار صح, ولازم هيبقى فيه شوية وجع دماغ, لان للاسف شديد الانديه الشعبيه كتير جدا جدا جدا. لكن في الاخر احنا لازم نبدا بالخطوه السليمه, يعني يبقى في مسابقه, في داعم للمسابقه دي, وده مهم جدا ان يبقى في حد يساعد الانديه في المصاريف, لان الكره بقت مكلفه جدا يا دكتور. حضرتك ادرى مني بالحاجات دي كلها. الموضوع صعب وصدامي لان في فرق شعبيه كبيره جدا هتتضر, لكن في الاخر لازم ناخد القرار المظبوط. وان كنت اتمنى ان فعلا الكلام ده يحصل, بس قبل ما نبدا الموسم يبقى في بلان واضح وصريح للانديه كمان ان هي تقدر توفر امورها الماديه عشان تقدر تنافس الشركات في الموضوع. كابتن سعيد. والله يا دكتور هو انا كنت لسه بتكلم مع حضرتك قبل الهوا, المشكله بس في موضوع دوري المحترفين, موضوع الدرجه الثالثه اللي انا ابقى بنافس في الدرجه الثالثه واطلع درجتين. تمام. حضرتك طبعا اتكلمت معايا في النقطه دي. اشرح لكن لكن هي هو مبدئيا دوري المحترفين ده هيعمل منافسه قويه جدا, مش هيبقى دوري سهل زي السنين اللي فاتت. الانديه زي ما كابتن كرم بيقول, الانديه اللي بتصرف هي اللي هتصعد, وهيبقى فيه رعاه وهيبقى فيه ماتشات مذاعه, فده هيبقى تسويق كويس للدوري.
الحاجة التانية زي يعني لازم الأندية الشعبية يبقى لها وجود. لان احنا دلوقتي مثلا يعني مجموعه القاهره ومجموعه الصعيد اغلبيه الفرق اللي بتنافس شركات، لكن المجموعه الوحيده اللي بينافس فيها الفرقه الشعبيه مجموعه بحري. فلازم يبقى لهم داعم ولازم يبقى فيه رعاه عشان الفرقه دي تكمل، لان انت كده هتلاقي الدوري الممتاز كمان سنتين ثلاثه كله شركات. خليني انت عارف المجموعه الثانيه ما تعالى اشوف كده، هي بتكون 16 نادي تمام كده، تعالى كده نعدهم الشركات والمؤسسات. زد، وادي دجلة، سكة حديد، قناة، تروجيت، صلاط تمام، عد العبور والترسانة، منتخب السويس سيبهم، بورتو السويس، الانتاج الحربي، سايبر سبورت، استر كومباني، كهرباء اسماعيلية، عد النصر، خليه في مصر الجديدة، الاعلاميين. بص بقى دكتور، ها بص الست فرق، المجموعه كلها من الاول، هي لا من الاول كلها ادي الدرجه الثانيه. وبص يا دكتور كمان الست الأول فرق الاولانيين، ما انا معاك، الست فرق الاولانيين كلهم ايه؟ ما انا بقول لك يعني ثلاث اربع انديه من ضمن 16 هم الانديه اللي يعني اقول لك ها خلينا نقول شعبيين، والباقي كله انديه ايه؟ شركات ومؤسسات. تعال في المجموعه الاولى بس عشان الناس تبقى معانا عارفه. اتفضل. تعال الجونه، لافينا، بترول اسوان، نصر، التعدين، مصر المعاصر، كيما، اسوان، اول نادي شعبي المنيا، ديروت، بعد كده اسمنت اسيوط، الالومنيوم خليج زي غاز المحله، الشعبي، شبان قنا، الفيوم، مركز شباب طميه، فيوم، ملاوي، تليفونات بني سويف، والمدينه المنوره. بين البنين 80% برضو انديه مشاركات ومؤسسات من البدايه. يا دكتور حضرتك بتتكلم كلام مظبوط، بس خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. هو الموضوع ما بين الانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه، هو المفروض ان كل نادي من الانديه دي بيخش الموسم وعنده استعداداته وعنده طموحه اللي عايز يحققه او الهدف اللي هو بيتكلم فيه. لما نيجي نتكلم عن انديه الشركات اللي موجوده دي مثلا في مجموعه بتاعت مجموعه الصعيد اللي هي المجموعه الاولى، هتلاقي ان ما فيهاش غير ناديين هم اللي رافعين سقف الامور الماديه كشركات. لكن حتى الانديه الباقيه ما هياش بالقوه الماديه اللي زي مثلا مجموعه القاهره. ده مصر المقاصه انت عارف الظروف الماليه عامله ازاي؟ طبعا بعد الهبوط يعني ما فيش. لكن اقدر اقول لحضرتك ان حضرتك بتتكلم في جزئيه مهمه جدا، هي ايه؟ الكرة دلوقتي بقت فلوس، عشان تقدر تستمر لازم يكون عندك موارد. انت عارف يا كابتن اول حاجه يقولها دلوقتي يقول لك الانديه لابد ان تتحول في كره القدم الى مؤسسات شركات، مش احنا بنقول كده يا جماعه شركات كوره؟ مظبوط. يعني انت حتى كنادي شعبي عشان تقدر تصرف على نفسك لازم تتحول لشركه كوره وتفصل الكوره عن النادي باداره مستقله ويبقى لها ممثلين من مجلس الاداره فيها عشان اقدر ان انا اوفر موارد ماليه. ما ده اللي احنا بننادي بيه، ده اللي احنا بننادي بيه. يعني مرة تانية يا جماعة، يعني أنا زي ما بقول كرة القدم هي الجماهير اللي موجودة في المدرجات، لكن مش عاوزين مسكنات، نشوف حلول جذرية. لازم نحول الأندية دي إلى شركات في كرة القدم عشان تقدر تقف على رجلها وتصرف على نفسها، عشان ألاقي الجماهير اللي عاشقة الفرقة هتلاقيها في كل مكان. زي ما بعت لي برضو الرسالة كابتن أحمد نبيل، وأنا قلت أنا قلت له اللي أنا هقراها يعني وعدته بيها، لأن كابتن أحمد نبيل طبعا مدير الكرة في نادي أبو قير للأسمدة، بعت لي الرسالة وقال لي الآتي. قال لي اجتهدنا في أبو قير للأسمدة لتكوين جماهير عريضة للنادي في تجربة ناجحة، سواء من العاملين وأبنائهم أو من المناطق المحيطة بالشركة، بان نتيجتها أثناء اقتراب الفريق من الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم والتفافهم حول الفريق. أنا جميل اللي أنا ألاقي الأندية الشركة ألاقي ليه جماهير، واللي إحنا عاوزين أكتر من كده، ما يريد ويبقى في تنافس في كل شيء. ده اللي إحنا طالبينه، اخر بس بعض الرسائل السريعه جدا يا كابتن وارجع لحضراتكم. كريم عفيف منورين، كابتن كرم الحريف، كابتن سعيد مراد، يا دكتور من فضلك اشرح لنا قانونيه هبوط نادي درجتين وسعود انديه درجتين كمان من خلال منبر حضرتك. طيب انا بس هتكلم فيها سريعا. ايه النقطه اللي احنا بنتكلم فيها يا دكتور؟ احنا عندنا الدوري الممتاز، قلنا هنعمل دوري الايه؟ محترفين من الثلاث مجموعات اللي موجودين في القسم الثاني. تمام بلاش اللي احنا استحدثنا درجه، اصبح ده الدوري اللي احنا عاملينه. اللي هينزل اللي مش هيصعد دوري محترفين مكانه هيروح الدرجه الكام؟ الثالثه. الدرجه الثانيه هينزل من الممتاز بين القسم الكام؟ على النظام النظام القديم هينزل القسم الثالث. تمام كده. واللي هيطلع من القسم الثالث هيروح فين؟ ممتاز بقى. ممتاز اللي هو دلوقتي اسمه ايه بقى؟ محترفين. محترفين تمام كده. ممتاز الف معايا الحاجات كده. يبقى هنزل اللي موجودين في القسم الثاني، هنزلهم القسم الثالث وهطلع الثلاثه اطلعهم للمحترفين. تمام. ادي اللي نط درجتين يا مش درجتين. اللي حصل ايه؟ القسم الثالث 168 نادي. تمام. مصر كلها فيه. القسم الثاني 48 نادي. قلنا لو احنا جينا نزلنا
ال 30 نادي اللي موجودين في القسم الثاني لل 168 نادي هيدوبوا، مش هيظهر لهم معالم، مش هيطلعوا تاني زي ما احنا شايفين دلوقتي الاولمبي للاسف والمنصوره للاسف واي نادي موجود مزبوط. اي نادي مزبوط. تمام، هيدوب مع ال 168 نادي. فاحنا قلنا لا يا جماعه، يطلع الثلاثه لدوري المحترفين الموجودين في القسم الثالث، ويبقي على ال 30 نادي دول تطلع لهم افضل 24 فريق موجودين من القسم الثالث من ال 12 مجموعه، ونعمل بهم دوري قوي، دوري يكون قوي. طب ليه بدل ما هم يدوبوا؟ ليه يا دكتور احنا ما قنناش العدد بتاع النزول وصعدنا اللي في الدرجه الثالثه للممتاز بقى؟ ما هو ده الممتاز بقى اللي هم صعدوا له. لا يا دكتور مش ده الممتاز بقى، انا بكلمك الكلام اللي الناس بتقوله او اللي الناس عامه بتقوله. استحداث يعني الدرجه، استحداث الدرجه، استحداث الدرجه كان لمصلحه هذه الانديه. احنا دلوقتي يا دكتور الخامس، الخامس بيلعب دوري محترفين، لغايه الخامس بيلعب دوري محترفين واثنين من السادس، واثنين من السادس بيعملوا دوره ثلاثيه على عارف بقى من ثلاث سنين المتفق عليه كل سنه ينزل عدد من الانديه لغايه ما توصل للدوري. طب ليه مثلا احنا السنه دي ما عملناش مثلا لغايه التاسع او لغايه العاشر يلعب دوري محترفين، واللي يصعد من الثالثه يلعب ممتاز بقى؟ اقول لحضرتك لغايه التاسع والعاشر يبقوا كام نادي في دوري المحترفين؟ انا ما هو انت كده كده يا دكتور هتصعد هيبقوا كام نادي بس؟ هيبقوا كام نادي؟ هاخد من الثلاث مجموعات. مش انت هتصعد ثلاثة؟ هصعد ثلاثة. تمام. تمام؟ هاخد من كل مجموعة زي ما أنت بتقول تسعة، من الثلاث مجموعات، يعني 27 نادي، وصعد لهم كمان ثلاثة 30، تمام كده؟ 30 تعمل بهم دوري. تعمل على مجموعتين. يبقى فقط قيمته. بص يا دكتور. ولا له أي لازمة. ما أنا بقول، أنا بقول لك الكلام اللي الناس بتتكلم فيه، اللي أنا بلعب في الدرجة الثالثة. بعد إذنك يا سعيد، كابتن سعيد عايز ينقل لك الناس بتتكلم في إيه والناس عايزة إيه. بس هنا في نقطة مهمة جدا يا دكتور. هل اللائحه دي مش محطوطه من اول الموسم؟ من اول الموسم. هل الانديه ما عندهاش فكره ان النظام اللائحه السنه دي كله عنده فكره كذا كذا، ليه ما تناقشش فيها؟ من البدايه. تعرف كمان يا دكتور، كمان يا كابتن، السنه اللي فاتت في انديه نزلت من الممتاز بقى مخصوص عشان تلعب درجه ثالثه عشان تصعد محترفين. زي مين؟ لا في انديه كتير. زي مين؟ مين اللي نزل؟ ده اللي صعد مين؟ النجوم. في انديه كتير. النجوم ومكادي ومين تاني؟ ما هو يا دكتور الانديه اللي نزلت، الانديه اللي نزلت ما عرفتش تصعد عشان الترقي. هو كان راسم قال لا لما انزل، اما انزل دلوقتي من الممتاز بقى العب درجه ثالثه. مستحيل نادي يفكر لو ينزل درجه ثالثه. لا في والله، في والله في يا دكتور انديه كتير. عارف ليه يا دكتور؟ عشان زي ما الكابتن كرم بيقول وزي ما حضرتك بتقول، الانديه معهاش الفلوس اللي تقضيها، اللي هي تسافر كميه السفرات اللي بتسافرها دي. طب ده في القسم الثالث اكتر. لا دي القسم الثالث اكثر ازاي؟ 14 نادي انت يعني بتلعب 16 وهنا 14 و12 في مجموعه مثلا، مجموعه الثالثه مثلا في كفر الشيخ اللي هو درجه ثالثه اللي صعد منها اللي هي كفر الشيخ والبحيره. اللي صعد منها رايه ودمنهور. ما بيروحش كفر الشيخ مرتين ثلاثه كده. اللي هو مين؟ الفرق دي في الدرجه الثالثه، وبعدين المسافات قريبه ماشي، يعني بين البحيره وبين كفر الشيخ مسافات قريبه ماشي. انت فاهمني يا دكتور؟ لكن انا لو دلوقتي دوري المحترفين، انا مثلا دلوقتي مثلا هنتكلم في السته الاولانيين مثلا في الصعيد، الجونه مثلا يصعد دوري ممتاز او لافينا او بترول اسيوط تمام؟ اي حد مثلا فيهم من الناس اللي بتنافس مع مجموعه القاهره ومجموعه بحري. لو مثلا كفر الشيخ صعد او بروكسي هيروح يلاعب دكتور اي موجود هيروح تعديل يعني مشاوير زي الدوري الممتاز. فلازم لازم نرجع للموضوع بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه، اللي لازم الانديه دي يكون عندها رعاه يقدروا يصرفوا عليها. طيب انا طيب. انا بقى هتكلم انا معاك. جانب عندك اتحاد كره تسويق لازم تسوقه صح. انا معاك في ده. وجانب على الاداره برضه في مجالس الادارات اللي لازم توفر طبعا مستلزماتها طبعا. هو ما انا معلش، هل انت دلوقتي كرب اسره مش بتسعى ان انت تجيب فلوس لاولادك وتسعى وبتشتغل هنا وهناك؟ طبعا لازم كل واحد يسعى. الجزء هنا انا عليا دور وانت عليك دور والدوله عليها دور، لازم كلنا نكون متكاملين فيه. الجزئيه هنا يا دكتور حضرتك، هل دوري المحترفين اتحاد كوره موفر راعي يساعد الانديه؟ يعني خلي بالك الكوره بقت موضوع مختلف جدا. البلان الثاني ده موجود اللي هو الراعي اللي هيخش ياخد الانديه دي عشان تصرف. موجود طب يبقى انا كده وفرت جزء على الدوله تمام او على اتحاد الكوره خلاص، فده شيء محترم جدا. ايه الفكره هنا؟ وانا هاخد من كلام الكابتن سعيد ولو تسمح لي حضرتك يا دكتور، انا كنت اتمنى ان من قبل الموسم تكون في فعلا مساعده عينيه للانديه الجماهيريه اللي زي كفر الشيخ، اللي زي الانديه الكبيره تمام المنصوره، كل الانديه اللي هي البلدية. عندنا احنا بنقول لك ساعد نفسك السنه دي لان دي هي المرحله اللي بعد كده هتعتمد فيه على نفسك تمام. لكن الفكره كلها احنا اتحطينا مره واحده كانديه جماهيريه وشعبيه مواردها قليله في صدام كبير جدا مع الانديه
عندها طبعا. انت المشكله كاتحاد برضو انت لما جيت لقيت نفسك مثقل بالديون لاول مره. طبعا مثقل بالديون. هي دي مشكله. انت كاتحاد كان بيبقى انت جيت لقيت الاتحاد كل سنه طيب مثقل مثقل بالديون اللي موجوده بلاش نتكلم للاسف. دي مشكله بقى. طيب كابتن ايمن المزين المدير الفني نادي ابو قله اسمنا مساء الخير يا كابتن ايمن. ما اقدرش يعني عاوز اقول لك مبروك على الانجاز اللي تم السنه دي على الرغم ان انت بتنافس من اجل الصعود الى الدوري الممتاز، لكن اقول لك هارد لك الاول عدم صعودك، اديت المهمه بشرف، مجلس اداره محترم، لاعبين وجهاز فني على اعلى مستوى، وحتى الاسبوع قبل الاخير انت مرشح لصعود الدوري الممتاز بصحبه الانديه الاخرى. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا دكتور حضرتك، ومسي على كابتن كرم وكابتن سعيد، ومنورين الحلقه وما شاء الله حلقه ممتازه ممتازه كعادة حضرتك. اشكرك يا طبعا بشكر حضرتك طبعا، لكن على الكلام الجميل اللي بتقوله ان احنا لغايه اخر وقت في المنافسه، لكن دايما انا من النوعيه اللي بلعب بحب اتواجد في المنافسه على طول، ودايما التارجت بتاعي الصعود للدوري. تمام. المنافسه دايما بتبقى شريفه، اللي يصعد يصعد ونهنيه ونبارك له، وايا كان اللي صاعد سواء طنطا او البلديه او ديكيرنس هنبارك لهم طبعا ونقول لهم الف مبروك، وكنا نتمنى ان احنا نكمل معاهم في الاسبوع الاخير ونبقى احنا الرابع بتاعهم، واللي يصعد يصعد برضه كنا هنبارك. لكن يا دكتور في حاجات تعوق الانديه، اولا حصلت حمله في الفتره الاخيره على انديه الشركات مش طبيعيه. مع احترامي لكل الانديه الشعبيه اللي انا بعشقها وبحب اشتغل فيها، لكن احنا في الاول والاخر مدربين، عندنا بيوت عندنا التزامات، لعيبه الكوره عندها بيوت وعندها التزامات. الانديه الشعبيه مجرد ان له جمهور هل النهارده هيأدي الغرض للناس ديت ويديها حقها؟ معظم الانديه الشعبيه بيحصل فيها مشاكل كتير جدا كتير جدا ماديا، وممكن المدرب يقعد بالشهر والاثنين ما بيقبضش والثالث والثلاثه ما بيقبضش، وفي الاخر اتحاد الكوره ما بيجيبش لا حق المدرب ولا حق اللعيب. فاصبح النهارده ان الانديه الشركيه الشركات حل مهم جدا، يعني انا شايف ان ابو شركه ابو الاسمنه مش نادي شركه، ده منطقه كبيره جدا منطقه ابو قير، عاملين حاله هناك كبيره جدا، قطاع الناشئين كله من المنطقه هناك، فلما قطاع كتير جدا من اللي حواليها مقديه عامله قطاع ناشئين فوق الممتاز. فالنهارده حمله ما اعرفش هل كانت موجهه لحاجه زي كده انا مش عارف. النهارده كان في وقت فتره من الفترات كان الدوري الممتاز في اتحاد الشرطه، كان في حرس الحدود، كان في طلائع الجيش، كان في انبي، كان في بتروجيت، وكان عاملين حاله في الدوري الممتاز مع وجود الجماهير حلقه منافسه مع الاهلي ومع الزمالك ومع الاسماعيلي ومع المصري ومع الاتحاد فوق الممتازه، وكان الدوري ممتع للغايه في الوقت ده. اللي مقلل الكلام ده دلوقتي ان الجماهير ما فيش دخول في الجماهير، النهارده حضرتك ما تقدرش تدخل جمهور في الدوري الممتاز 50 واحد و100 واحد و1000 واحد ده اقصى حاجه، فده عامل مشكله كبيره جدا للدوري الممتاز. لكن طبعا وجود الجماهير الممتاز في 3000 1500 الانديه الناريه وجودها مهم جدا في الدوري الممتاز، وموجود وعيش لينا محدش يقدر يخفي النقطه دي. لكن يا دكتور في الاول والاخر ان نحول الانديه ديت اللي تبقى اللي زي انديه الشركه، وده دور مجالس الادارات اللي بيحارب عشان يجي يمسك مجلس الاداره. انا لسه قايل يا كابتن ايمن لازم الانديه الكره تتحول الى شركات مساهمه في كره القدم، ده لازم لا مفر منه. الدوري المحترفين طبعا لا غنى عنه، بحي اتحاد الكره على اصراره عليه، ده مهم جدا جدا للنهوض بالكره، ازاي عايز اطور كره في مصر والنهارده بدور على انديه ما بتدفعش حقوق ومعهاش التزامات، لا طبعا ما معكش ما تلعبش، ما معكش ما تكملش. دي جزء. الجزئيه الثانيه الفير بقى دكتور، كان احنا امبارح النهارده انا راجل في المنافسه وصارفين مصاريف كتير جدا وتعبنا تعب كتير جدا. انا خسرت ماتشات بنتيجه كبيره من البلديه ومن الاولمبي ومن طنطا، وطلعت ما كتبتش سيره الحكم باي حاجه، لان فعلا الحكم كان كويس جدا في الماتشات رغم ان هي كانت نتيجه كبيره، لكن امبارح حكم جاي من راجع من الوقف، حكم من ماتشين، حكم مباراه لديكيرنس على ملعبه وحاسب ضربتين جزاء مشكوك في صحتهم في الماتش، وكانوا الماتش مذاع على الهواء وكان فيه بلغط كتير جدا، يجي لي امبارح ويكتفني طول الماتش، ورغم ان الحمد لله كان ادائنا كويس جدا وقدرنا ان احنا برضه نسيطر على المباراه، مع احترامي طبعا لفريق كفر الشيخ، فريق كفر الشيخ مش طرف خالص في الموضوع لان هي بتلعب لمصلحتها الشخصيه لان هي عايزه تقعد في دوري المحترفين. فالمباراه المنافسه ما بيني وما بينها مالهاش دعوه بالكلام ده خالص، لكن ضربه جزاء من وحي الخيال والتكتيف طول الشوط الثاني بعد ما احرزنا الهدف في نص ملعبنا ممنوع نعدي نص الملعب، ضربه الجزاء انا بعتها لحضرتك البرنامج. مين كان الحكم يا كابتن في ماتش؟ ميدو كابتن ميدو سلامه. على الرغم ان ميدو من الحكام الكويسه، يعني ميدو من الحكام والله دكتور هو حكم ماتش تكنس وباينيرز من قبلها باسبوعين، وكان حصل ضربتين جزاء
مشكوك فيهم. لو ضربه الجزاء هتهنى يا جماعه، لو موجوده معانا هتوقف. لا يا دكتور، ضربه الجزاء مش اي حاجه ملهاش علاقه. يمكن انا لما نزلت كلمته كمان هنعرضها كده ونشوف. مش عارف يقول لي ايه، يعني بيقول لي، بقول له حسبت ايه؟ ساكت. مش عارف يقول حسب ايه، حسب فاول، حسب زقه، حسب دفعه، انا ما اعرفش بصراحه. يا جماعه دي سنه تعب، سنه كله اللي يصعد يصعد، ما فيهاش مشكله خالص، بس اللي بقى الامور سير، يعني ما تبقاش ان حاجه موجهه ناحيه حد. للاسف احنا تعبنا جدا السنه دي، وظلمنا بصراحه في الماتش ده. انا كان نفسنا ان احنا نكمل لاخر مباراه، سواء البلديه، سواء طنطا، سواء تكرنس، يصعد هندارك للناس كلها، ما فيش مشكله خالص، لان في كوره في الاول والاخر، وفي في الاول والاخر فرقه واحده اللي هتصعد، لكن تبقى الامور ماشيه بالعدل بقى، مش اكتر من كده. بشكرك كابتن ايمن. لو مره ثانيه انا بقولك هارد لك، لكن مبروك على الاداء طوال الموسم، مبروك على تواجدك في دوري المحترفين، ان شاء الله تعوضها واحد من مديري الفنيين الكبار ومعاه يعني على افضل. لو ضربه الجزاء جاهزه هتوهنا نشوفها يا جماعه، لو جاهزه معانا، مش جاهزه قولوا لي. طب ما تجيبوها لنا، مش ضربه جزاء خالص، نشوف. لا نشوفها، انا ما اقدرش احكم على حاجه، لان مفيش سلامه من الحكام الكويسه. طبعا بصراحه جدا يعني كويس جدا، بس نشوف ضربه الجزاء لو موجوده اعرضوها لي ونشوف ايه اللي فيها. كابتن ايمن منزلها امبارح. بس برضو انا احب اشوفها، يعني ما احبش اتكلم عن حاجه من غير ما اشوفها. الفيديو اللي كابتن ايمن نزله مش ضربه جزاء، بس هل هي بقى من اولها فيها حاجه، هل بعدها فيها حاجه؟ هي الحته اللي نزلت ديت ما فيهاش ضربه جزاء. طيب يعني كل الامور ديت معانا اولا باول. طيب حاضر. نيجي على ما تجهزوا لنا ضربه الجزاء، ابدا في المجموعه الثالثه اللي نتائجها جاءت على النحو التالي. جمهوريه شبين حقق الفوز على نابارو بهدفين مقابل لا شيء، ومبروك لجمهوريه شبين، موسم اكثر من رائع، مبروك لكل الجماهير في محافظه المنوفيه. بلديه المحله فازت على هلال الضبعه بهدفين مقابل لا شيء، وفرحه كبيره جدا لجماهير البلديه. المنصورة خسر 0-1 من ديكرنس. الحمام خسر أمام طنطا 1-2. أبو قير للأسمدة تعادل مع كفر الشيخ 1-1. بايونيرز تعادل مع سبورتنج بدون أهداف. بروكسي تعادل مع الأولمبي 1-1. والنهاردة المصري بالسلوم خسر من المجد 1-0. زي ما قلت لحضراتكم، طنطا بلدية المحلة 55، طنطا 54، ديكرنس 52. الثلاثة خلاص دولت اللي معاهم السباق حتى النهايه لمن يصعد الى الدوري الممتاز، واحد من الثلاثه. طنطا هتتقابل مع المنصوره في طنطا، وديكرنس مع بلديه المحله في ديكرنس. تواجد في دوري المحترفين ابو قير الاسمده وجمهوريه شبين، لسه بروكسي وكفر الشيخ المركز السادس و45 و45 نقطه، وكان من وراهم المنصوره 41 نقطه. المصري بالسلوم هو اللي هبط من هذه المجموعه. كابتن كارم. دكتور احنا قلنا في اول حلقه الموسم حلو جدا، الموسم بجد فيه تنافس شريف وحاجه جميله، واعتقد ان نتائج الاسبوع دي كلها متوقعه طبعا باستثناء مباراه المنصوره وديكرنس، ودي كانت لقوه الفريقين، لكن شيء طبيعي ان ديكرنس دور على المكسب، المنصوره كان بيدور على المركز السادس عشان يبقى قريب من من دوري المحترفين، لكن اعتقد ان كل النتائج طبيعيه جدا، حتى تعادل سماد ابو قير. طبعا انا بحيي الكابتن ايمن المزين انه هو مدرب كبير جدا وشخصيه محترمه جدا وعامل انجازات كتير في الكوره. ده الحمام وطنطا. والحمام الفرقه الصعبه على ملعبها، لكن برضه بتلعب فرقه كبيره اللي هي طنطا، فده موضوع صعب. لو جاب الجون في البدايه، في بدايه الشوط الاول، وكانت عامله مباراه كبيره جدا 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 بصراحه. يعني العمده ابراهيم رسان، العمده عدلي، والعمده نور بصراحه، يعني انا كمان يا دكتور لازم احيي حسين استقبال اي ما اكون. كابتن عمرو انور حاجه نتائج محترمه جدا بصراحه، جدا بكل تاكيد بكل تاكيد. ده الجون الثاني، يعني تصويبه من الخارج ملعب، انت عارف ضيق ازاي وبتاع. الاسبوع الاخير شايفه ازاي يا كابتن؟ الاسبوع الاخراني؟ اعتقد ان الثلاث فرق دول المنافسه صعبه جدا، بس انا بقول ان الموضوع يعني متهيأ لي كده، في الثلاث فرق هحددوه في اخر دقيقه في المباراه. انت عندك مباراه مهمه جدا اللي هي بلديه المحله وديكرنس، وده في ملعب ديكرنس، والفرقتين محترمين واثنين مدربين كبار جدا. على النقيض الناحيه الثانيه انت عندك مباراه ما تقلش اهميه، مباراه طنطا، واعتقد ان والمنصور صعب حلاوه بقى المسابقه السنه دي يا دكتور. بص لحد الاسبوع الاخرين ال 30 احنا مش عارفين مين هيصعد. كل الظواهر اللي بانت هي في مجموعتين اثنين بس مين هينزل. لكن حتى المركز السادس عليه منافسه شرسه قوي.
جدا. بس زي ما بقول لحضرتك كده، مباراه كفر الشيخ وسماد ابو قير، كفر الشيخ فرقه كفر الشيخ يا دكتور، المباراه القادمه كفر الشيخ هيتقابل مع الحمام طبعا، وبروكسي هيتقابل لا ده بروكسي مع الحمام، لا لا نابروك بروكسي مع نابروك، كفر الشيخ مع الحمام. لكن بس الصوره برضو لازم يا جماعه ارجع اقول ده استاد المنصوره، معالي وزير الشباب والرياضه ارجوك يا فندم حل لاستاد المنصوره، ما ينفعش ابدا استاد المنصوره يكون بالشكل اللي احنا شفناه في الصوره دي. منصورة كيان كبير، والمنصورة عراقة، والمنصورة تاريخ، فلازم استاد المنصورة يليق بفريق المنصورة. مجلس الإدارة ملوش دعوة لأن ده شباب ورياضة، فلازم برضو يعني إيه المجلس الإدارة ما كل جهده عامله العميد محمد بسيوني بصراحة السنة دي، محدش يقدر ينكر أبدا أبدا. كابتن سعيد، أنا شايف والله دكتور يعني الفرقة الوحيدة اللي في إيديها اللي هي تصعد من غير ما تبص للنتائج البلدية، لان البلديه لو كسب خلاص ما يبصش لنتيجه المنصوره وطنطا. فطبعا ديكيرنس حتى لو كسب البلديه لازم هيستنى نتيجه طنطا والمنصوره، لكن البلديه يكسب خلاص مش هيبص حتى لنتيجه طنطا والمنصوره. فطبعا هيبقى ماتش صعب، ديكيرنس مش فرقه سهله في ملعبها، كسبان الماتش اللي فات عايز يصعد، فماتشين صعبين. حتى الماتشات بتاعه تحديد مراكز زي دوري المحترفين كفر الشيخ والحمام ونابورو وبروكسي ماتشات صعبه، فالاسبوع اللي جاي اسبوع حاسم في دوري المحترفين وفي السؤال الدوري الممتاز، انا اتمناها تبقى البلديه المحله ان شاء الله. كل واحد من حقه انت، لان لعبت انت في البلديه، انت لعبت في البلديه يا كابتن سعيد، لعبت اربع سنين طبعا. انا هنا اقول البلديه طنطا تكنس الثلاثه قبله بلاء حسن جدا طبعاً، واللي هيصعد في الاخر هنبارك له ونبارك لجماهيره بكل تاكيد. محمود زيدان طبعا الصحفي طبعا وصديقنا في كفر الشيخ، مساء الفل، متابع حضرتك حلقه رائعه، كلمه واحده كلنا مع تطبيق دوري المحترفين، لكن في الوقت نفسه لابد من التفكير خارج الصندوق ودعم الانديه الجماهيريه والشعبيه، واتمنى سرعه تخصيص قطعه ارض وانشاء استاد يشمل الملاعب الرياضيه لنادي كفر الشيخ، وشكرا جزيلا. اشكرك يا حوده، شكرا جزيلا. كابتن كرم كان بيعاني، اقول بس كل الاخبار، مورينيو العرب من وجهه نظري الشخصيه ان دوري المحترفين يخدم الكره المصريه بشكل كبير، واجب تطبيقه مهما كانت النتائج، والكره الان اصبحت استثمار وصناعه ويجب ان نقتنع بذلك، وعلى الانديه الشعبيه ايجاد موارد ماليه لها للانفاق دون الاعتماد على الاخرين، نحن في زمن غير الزمن مع خالص. تحيات كابتن اشرف السيد الساحر، تحياتي ولضيوفك الكرام وتحياتي اخي العزيز كابتن كرم وابن نادين الاسماعيلي وكابتن سعيد، تحياتي كابتن. كابتن سعيد حمزه حكمنا بيقول اذا حضرتك يا دكتور، تحياتي لك ولاخواتي كابتن كرم وحبيب قلبي سعيد مراد، ركله جزاء غير صحيحه بالمره، هنعرضها برضو دلوقتي. كابتن محمد كيتا نجمنا، من فضلك عندي راي فني ضد دوري المحترفين، لو امكن اعمل مداخله واضحه اكون شاكر. حاضر يا كابتن، هنحاول دلوقتي بس وقتنا وعينيا الاثنين. حاضر يا كابتن. كريم عفيفي منورين، شرحنا قانونيه هبوط نادي درجتين، ده اتكلمنا فيه يا كريم من شويه. استاذ محمد الالفي طبعا رئيس نادي البلديه السابق ونائب الرئيس في وقت من الاوقات، في لقطه كده عرضوها لي برضو للدكتور رؤوف، تدخل لبلا حاله لسان، عامل سبرنت يعني مش عاوز اقول لكم. بنشكر الدكتور رؤوف طبعا، دكتور نادي بلديه المحله على كده. كابتن طه السيد صديقنا العزيز، مستمتع بالحلقه معاكم جدا. دي بس بعض الرسائل السريعه. العميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصوره واخونا الفاضل، لو امكن مداخله رد كل الشكاء على الكابتن ايمن المزين. حاضر يا ست العميد، حاضر ناخد بس التعليقين دولت ونعناي الاثنين. حاضر، دي لقطه الدكتور شيف السبرنت يعني بصراحه طلع جري لانقاذ اللاعب. اشكر محمد بيه الالفي على محمد عبد الفتاح، تحياتي كابتن خلوق، كابتن كرم والنجم سعيد مراد. كابتن كرم معاك اسرار كتير عن تجربته بكفر الشيخ، وانا كنت قريب منك مرات خلال الفتره الاخيره. طيب هسال سؤال قبل ما اروح لاخد التقرير. اتفضل دكتور. معانا ورقه بتغيير المدربين على مدار الموسم، بسم الله ما شاء الله انت منور. صح يا كابتن سعيد؟ منور موجود في الورقه يا كابتن. كابتن كرم عامل ريمونتادا السنه دي من هنا لهنا، ايه الحكايه؟ دكتور انا بس انا سعيد جدا ان اتاحت لي الفرصه ان انا اتكلم عن الموضوع ده، لان الموضوع ده الناس في كفر الشيخ زعلانه وطبعا من حقها، لان ما بتعرفش في المجد زعلانه، انا بس بنقل لك النبض، وطبعا من حق الناس لان الناس مش عارفه حاجه، بس انا مش هتكلم في حاجات تخص نادي انا اشتغلت فيه. وانا وعدت الناس اني مش هتكلم في جزئيات. انا بحترم نادي كفر الشيخ كتير جدا جدا جدا، لكن انا هقول لحضرتك حاجه. الحلقه اللي فاتت هنا عند حضرتك دخل الكابتن عبد الحميد واتكلم على ثلاث نقط. اولهم يا دكتور اسمح لي لو انا
يعني انا حظي كويس ان انا اقدر ارد يعني، وده مش مبرر، ده توضيح. اولا كابتن حميد اتكلم في موضوع التعاقد معايا، ما كانش في وكيل يا دكتور في التعاقد معايا، التعاقد معايا كان مباشر من الكابتن مجدي الزواوي، وده بكن له احترامي، الدكتور محمد خالد. لسه بعت لي رساله وكابتن مجدي برجاء التفكير مره ثانيه في الموضوع ده، المحترفين المسمار الاخير لنعش الانديه الشعبيه وحضرتك مسؤول الانديه الشعبيه. انا كل الرسائل بقولها سواء مؤيد او معارض ليه راي في مجلس الاداره حاجه، وهنا منبر للجميع ما اقدرش يعني اقول لحد اطلاقا فوق راسي من فوق. ايوه يا دكتور، في موضوع التعاقد ما كانش فيه وكيل وما كانش فيه اي حد عرض اسمي، بالعكس بعد ماتش المجد وكفر الشيخ كلمني مباشر، انا بقول مباشر اهو، ويقدر اي حد يكذب يعني. كابتن مجدي الزواوي، دكتور محمد خيري، مستر محمد حسين، والراجل ده محترم جدا وعايز يعمل حاجات كتير في النادي، لكن ربنا يهدي الناس عشان تعمل حاجه لكفر الشيخ. الجزئيه الثانيه ودي المهمه يا دكتور حضرتك، انا مدير فني، انا مسؤول عن الجهاز الفني اللي موجود في الفرقه واللعيبه، مظبوط يا دكتور؟ طب لو في حد هيتكلم على حقوق اللعيبه وحقوق الجهاز الفني يبقى مين؟ انت تزعل مني لما اقول لك لو سمحت انا محتاج حقوق اللعيبه، لو سمحت ادي اللعيبه حقوقها هي، وخلي بالك احنا كنا بنتكلم على يوم 24 بالظبط يا دكتور، الموقف ده حصل، كابتن ابو حميد والناس تواصلوا معايا عايزين حقوق اللعيبه، قالوا حاضر تعالى خدها، جيت النادي طلعوا جزء للعيبه ما طلعوش جزء للجهاز الفني، وسافرنا ورحنا المباراه، قالوا بعدها بيومين هنديكوا الفلوس، والقصه مش فلوس يا دكتور، ان حضرتك تفتكر انا وثقت القرار ده هنا في القناه عند حضرتك يوم 24 قبل ماتش، بعد ماتش الاولمبي، وقلت دي اخر مباراه، حتى قلت بالنص كده لاسباب شخصيه، وما طلبتش من النادي فلوس، ما طلبتش عقد، لا الكلام ده كان سابق الاوان. وخلي بال حضرتك انا قدمت اعتذار عن الشغل في نادي كفر الشيخ، مش علشان هم اتاخروا في الفلوس، عشان الفتره اللي ما بين ما بيني وما بين ان هم يجيبوا فلوس اللعيبه اتقال كده بالظبط للعيبه عندي في الملعب، وحضرتك تستشهد بكلامي بجهاز الفني هشام سعيد، عاطف السعيد، اي لعيب موجود في الفرقه راح لهم كابتن الفاضل اللي انا بحترمه كابتن عبد الحميد، وقال لهم الكابتن كرم قبض مستحقاته امبارح من الشركه، والكلام ده غير صحيح من المره. رحت انا النادي وقابلت اللعيبه وقلت لهم بالظبط كده، يا اولاد انا ما قبضتش فلوسي، انا مش ممكن اقبض قبلكم، بس خلي بالك حضرتك، خلي بال حضرتك يا دكتور، انا اتوعدت 33 مليون مره من الكابتن عبد الحميد ولم يحدث ولا مره ننفذ، انا هنا برد. لكن انت بتوقع ما بين لعيبه ومدربها، طب على فكره يا دكتور كمان، واللعيبه موجوده والكباتن موجودين الجهاز الفني، اللعيبه ردوا على الكابتن عبد الحميد قالوا له الكابتن كرم ما يعملش كده، ولو سمحت عايز تتكلم استنى لما الكابتن كرم يجي. دي جزئيه بتاعت الفلوس، انا ما طلبتش فلوسي. الجزئيه الثانيه ودي المهمه، كابتن عبد الحميد قال في اخر كلامه اللي يسيبك عشان 5000 جنيه ده يا جماعه رد من كابتن كرم، لان طبعًا كان معايا في الحلقه فاتت في مداخله طويله كابتن عبد الحميد في هذا الموضوع. طبعا يا حق الرد مكبول للكابتن. يا دكتور ايهاب، انا كنت باخد في نادي المجد 50000 جنيه، انا باخد في نادي كفر الشيخ 40000 جنيه، انا سبت للاعلى وللادنى. يا دكتور انا مش بتاع فلوس، وحضرتك تعرفني كويس جدا جدا جدا، انا عمري ما كنت بتاع ماده، وانا للاسف قابلت حاجات كتير جدا جدا انا مش حابب اتكلم فيها احتراما لنادي كفر الشيخ، بس انا ما مشيتش فلوس، ما مشيتش عشان ما تمشيش مرتين، خلي بالك. لا كابتن، بص بص دكتور، عندي جماهير محترمه في كفر الشيخ، بص دكتور، بس هي الفكره بعد اذنك يا كابتن سعيد، اتفضل يا كابتن. انا ما كنتش هطلع رد الا لما كابتن عبد الحميد طلع هنا في القناه وذكر اسمي. طيب. وانا يا دكتور الحاجات دي كلها عند حضرتك، ولكن حضرتك ارجع يوم 24 بالظبط انا مقدم استقاله، وعلى فكره كمان عشان ما انساش كابتن حميد اتكلم في حاجات كتير انا ما اقدرش ارد على نادي كفر الشيخ. تمام، خليني اخد تقرير عن المجموعه الثالثه، لكن قبل ما اطلع كابتن هاني لبيب بنها منور الدنيا كلها دكتور، وانا كتبت ووضحت حل مشكله الانديه الشعبيه، وهو السؤال ما هي طنطا، ما هو طنطا نادي شعبي وجمهوريه شبين شعب ونفسه، وليه ولما ما طلعوش ممتاز هيلعبوا محترفين؟ حبيبي الغالي مش هتعمل، مش هنعمل حلقه ان شاء الله، هنعمل بس لسه طنطا مع بلديه المحله ما تكنس، ما نعرفش مين اللي هيحصل. شوف تقرير عن المجموعه الثالثه وارجع اكمل مع ضيفي الكريمين. احنا ان شاء الله احنا واخدين ماتش بماتش، ان شاء الله احنا عندنا اكبر قاعده جماهيريه يعتبر في الدلتا،
احنا عندنا جمهور نادي الكرنس ان الجمهور ده يستحق دوري ممتاز، واحنا من اول يوم شغالين على كده، والحلم خلاص ما عادش عليها الا خطوه. ان شاء الله ان شاء الله نسعدهم في ماتش البلديه ان شاء الله، ونعمل اللي علينا وان شاء الله نبقى في الممتاز. ربنا وقف جنبنا النهارده في الماتش وادانا 3 بونت غاليين و3 بونت تساعدونا ان احنا يبقى كله بقى بعد ربنا. خلاص ربنا ادانا بقى عندنا، احنا بقى عندنا جهاز واداره ولعيبه وجماهير وبقى عند كل الناس، وربنا ان شاء الله ربنا ان شاء الله هيوقف معانا في ماتش البلديه وهيفرح الكرنس كلها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل مباراه جيده امام المنصوره، يكون التوفيق حالفنا، احنا هنشتغل هنعمل اللي علينا، وفي الاخر هنستنى نتائج الاخرين برضو، بس على الاقل يكفينا شرف المحاوله ان احنا بنحاول وبننافس لحد اخر مباراه. انا بهني نادي طنطا على المجهود الجبار اللي عملوه، والحمد لله احنا كان عندنا الماتش دوت كان حمل تقيل علينا ان احنا بنلعب بشرف، وكان في ناس بدات تشكك ان بقت النتيجه كده كده ان انت متهم، يعني لو اتغلبت طنطا دفعت، لو فزت بلديه دفعت، ولكن اقسم بالله احنا ما بنتشلاش وعملنا اللي علينا. اللعيبه معانا رجاله، الناس كلها بتشهد ان احنا احسن فرقه في المجموعه، لعب فرقه كبيره جدا مع جهاز فني محترم ومجلس اداره محترم، منافسه قويه جدا من كذا نادي. ربنا يكرم ان شاء الله، ويبقى اليوم الاربعاء الجاي يبقى يوم الصعود ويوم الاحتفال ان شاء الله. كامل كابوريا يلعب الكرة على طول عرضية هنا خطيرة، والجرايحي بدارة. طيب حاولوا ضربة الجزاء بتاعت أبو قير بعد إذنكم هاتوها لي. قبل ما أروح لأي حاجة تانية، كلمتين اتنين قبل الأسبوع الأخير. عايزين احتفالية، احتفالية للفريق الصاعد. عايز في حالة صعود البلدية جمهور ديكنس وجمهور طنطا في الملعبين الاثنين يوجهوا تحية لفريق البلدية، لازم، لأن دي الأندية اللي احنا بننادي بيها وبننادي بجماهيرها. طنطا صعدت، يبقى جمهور البلدية وجمهور ديكنس من ملعب ديكنس يحيي الفريق طنطا على الصعود. ديكنس صعد، يبقى جمهور البلدية اللي متواجد في ديكنس وجمهور طنطا يوجه تحية لديكنس. خلوها احتفالية. انتم ضربتم مثل على مدار موسم كامل برقي الجماهير في البلدية وفي طنطا وفي شبين وفي الكنس وفي المنصورة، كفر الشيخ ونبرو والحمام، كل الأندية. فخلوا الأسبوع الأخير احتفالية بكل ما تعنيه الكلمة، عشان خاطري، عشان الصورة تطلع حلوة، عشان الصورة تكتمل مع نهاية موسم. ده اللي نفسي فيه. حاجة تانية، العمدة عدلي ممكن توقعوني فيه، لأن هو كان قايل لي عامل لقاء طويل، أنا والله ما شفت المونتاج بتاعه، أنا جيت النهاردة متأخر شويتين. فهو يعني برضه العمده عدلي بيتكلم في دوري المحترفين، واللي هو انا بقول اهوت، يعني انا بفصل ما بين هناك وما بين هنا. انا قلت لكم انا مع دوري المحترفين قولا واحدا، لكن انا بنقل الصوره، زي مش موافق العميد محمد دسيوني، مش موافق النائب طارق سعيد، مش موافق العمده عدلي رسان، فانا بنقل الصوره زي ما هنا زي ما هناك، لكن القرار زي ما قلت لكم ان الاتحاد المصري قادم وبقوه فيه. طيب الجونه ولا فيينا، خلاص ضربة الجزاء الأول يا كابتن، دي ضربة الجزاء، هاتوها لي يا جماعة تاني كده واحدة واحدة بقى، شوف يا كابتن كرم كده. يعني مش باين فعلا. أنا مش هعلق، أنا عن نفسي مش هعلق، لكن بس دكتور كرم هنا دكتور برضه خلي بالك، هي كده بص الحكم واقف هنا يا دكتور، الحكم قريب جدا جدا، فأكيد هنا في كتف، في كوع، في حاجة. بص يا كابتن على الفيديو ده هي ما فيهاش حاجة. وخلي بالك بص يا كابتن، لان هو لعب الكره بدماغه، يعني بص هو لعب الكره بدماغه، التاني واقف
يعني مش... لان خلي بالك يا دكتور هو زي ما كابتن اكرم كابتن كرم بيقول هو هو الميدو اللي شايف هو اللي في الملعب يعني انا هنا صعب ما اقدرش بس انا بقول لك على الفيديو اللي انت شايفه دلوقتي يا كابتن ما يعني صعب اللي انت تحكم ما فيهاش حاجه ما فيهاش مثلا لمسه يد ما فيهاش عرقله هو الراجل طلع لعب جامب ممكن لعيب ابو قير حط ايده زقه الحكم يكون اقرب لكن انا ما انا معلش ما ينفعش يا دكتور لو حضرتك فاكر احنا بقالنا بالظبط اخر اربع اسابيع الكلام كتير جدا على ضربات الجزاء بعد لاعب ابو قير في الجو لعب بدماغه مستحيل المستحيل برضه انا بدات والله يا دكتور انا بقول لحضرتك الثلاث اسابيع اللي فاتوا انا بشوف حضرتك متابع البرنامج كويس قوي كتير بيتكلموا على التحكيم الحكم ده في الاخر بني ادم ومفيش فار قرار جزء من الثانيه في جزء من الثانيه ولكن في الكره دي ومفيش حكم عاوز يعني خطا انعمل ده مستحيل الحكم ما اعتقدش ان هو بعدين يتكلم فيه ميدو كمان من الحكام الكويسين جدا كويسه جدا جدا ميدو هو قريب بياخد بياخد القرار في جزء وهو قريب جدا وبالتالي فانا بصراحه اعتقد انه يعني الثلاثه هم عموما نتمنى يعني التركيز في الجوله الاخيره خلاص عشان يعني عشان بس يعني عشان الجوله الاخيره ديت مش مستحمله اللي يبقى فيه اخطاء يعني بقدر الامكان بس والله كويس ان سعيد قال ان هي مش ضربه جزاء رغم ان هي محسوبه كفر الشيخ لا اصل بص محسوبه كفر الشيخ لقيت بص يا كابتن وبلد هو شايفها كده ده يعني جمهور وبلد كويس اصل ده ما يزعلش اصل انا مش هقول اللي هي ضربه جزاء وهي ضربه جزاء يا كابتن بس خلي بالك سعيد احنا لحد دلوقتي انت مش شايف الوضع الترشيحي بتاع جسمه ايه بس يا كابتن في على الـ على الـ على الفيديو انت لعيب كوره كابتن كرم ومدرب كبير وعارف اللي الوضع التشريحي بتاع الراجل بتاع كفر الشيخ وهو طالع يلعب بدماغه مش طالع يلعب في الجون ده طالع يسند الراجل بتاع ابو قير واقف في تلاحم طب بص يا كابتن لو اتعادل تاني هو واقف ما عملش حتى جامب يعني بتاع ابو قير ما عملش جامب الراجل اللي عمل جامب بتاع كفر الشيخ لعب بدماغه انا هقول الدكتور بضربه جزاء هو كان موجود فيها في ماتش بروكسي في اول المباراه كان في تلاحم في كوره في الهواء ما بين الاثنين والحكم حسب انا كنت حاضر فاكر سعيد الحكم حسب ضربه جزاء كنت حاضر هنا يعني الحكم مظلوم لانه بياخد قرار في جزء من الثانيه قد يكون في تلاحم واكيد في تلاحم على فكره يا كابتن طبعا يعني الحكم كان قريب الاسبوع الاخير طبعا يعني لازم انا طبعا مبسوط ان هم تعادلوا في الحكم يعني كتر خير الحكام عامل موسم اكثر من رائع لكن برضه الاسبوع الاخير يعني ما احتملش بقى يعني محتاجين طبعا التركيز عشان ده هيضيع مجهود سعيد بيقول في الاسبوع الاخير اتمنى وجود ما كابتن امين عمر والبنا ومحمد عادل وطالب مجدي طبعا حكامنا ربنا ييسر الامور ان شاء الله كابتن فاروق والكابتن توفيق واللجنه يحسنوا الاختيار باذن الله كعادتهم دائما ان شاء الله رب العالمين وكلنا معاهم ووراه. كابتن محمد الحسيني يا دكتور تحدي لحضرتك والدفع الكرام نتمنى المسابقات من السماء بدأت بشكل جيد وعلاقة جيدة بين الأندية تنتهي بهذا الشكل بالأسبوع القادم خاصة وأن الصعيد داخل عليه مصطلحات صعبة بالأيام الماضية مثل التفويت والمجاملة وهي أمور بعيدة عن الصعيد الجونة ولا فيينا خلاص الصراع ما بين الاثنين على الصعود الأسبوع القادم أقول لحضرتك هيبقى في شبان هنا والجونة يعني عندنا هيبقى كابتن توتيلي هيبقى عندنا أدي أهوت شبان هنا والجونة وأسمنت أسيوط وأسمنت أسيوط الاثنين طالعين بره الملعب الاثنين طالعين بره شايف الدنيا يا كابتن كرم ازاي؟ بص يا دكتور أنا شايف إن برضو زي ما اتكلمنا على مجموعة بحري ودي من مميزات الموسم ده بصراحة إنه برضو هيفضل لحد الأسبوع الأخرين لحد الجولة الأخيرة ده الصعيد كان قبلها بست سبع جولات تلاقيها خلصانة بالظبط يا دكتور ما عرفتش الكلام ده وده شيء جميل بالظبط فأنا شايف لا الموضوع لسه ما حسمش لأن خلي بالك كمان إن في القاع كمان لسه ما حسمش في فرق بونت ما بين الفرقة اللي هتنزل للدرجة الأدنى والفرقة اللي هتقعد فأنا متهيألي لا الأسبوع الأخرين هيفضل لحد آخر دقيقة في الملعب ما بين مجموعتين بالأخص مجموعة الصعيد ومجموعة بحر تمام مجموعة الصعيد يا كابتن الماتشين شبان هنا والجونة و واسمنت اسيوط اللي منها فيها اريحيه شويه عن المجاميع الثانيه لان اسمنت اسيوط دايما اللي هو يبقى موجود نفس الكلام في شبان هنا فالماتشات مش هتبقى واخده الطابع اللي في مجموعه بحري شبان هنا هو اللي فاز على لافيان على فكره اللي هيقابل الجون انا عارف يا كابتن انا عارف بس بقول لك هو هيلعب الماتش الاخير باريحيه عكس قبل كده لكن في بحري وفي مجموعه القاهره الموضوع صعب يا كابتن اصعب من مجموعه الصعيد كابتن سعيد هو هنا اثبات الذات عند اللعيب ما انت يعني عندك اللي عطل طنطا شويه يا فرقه بايونيرز فرقه بايونيرز ترتبها في الجدول ايه يا فرقه محترمه جدا على فكره وظيفه سوء توفيق لكن لا انا بقول ان حتى اللعيبه في الاسبوعين الاخرين بيعرضوا نفسهم بشكل ايجابي عشان كده باين الحياديه وباين ان مفيش حاجه متساهل فيها بالعكس لكن يا كابتن انا بتكلم في ان انت في مجموعه بحري طنطا والمنصوره طنطا عايز يصعد المنصوره
عايز فريق كبير فرقه اسم كبير ما ينفعش يتقال على المنصوره يعني معلش سايب الماتش لطنطا نفس الكلام يا كابتن يعني لا اصل بص يا كابتن الناس بتقول كده بص يعني في ناس كتير بتتكلم طب انا اقول لك حاجه بس هي ما بتحصلش لما جه الحاج اسلام الصياد اتكلم وقال اتعرض عليه من شركه مرنات والاتحاد الكره خد فيها قرار على طول بالتحويل عمر البلديه ما كانت طرف وقلت هنا يا جماعه ان لا البلديه ولا مجلس ادارتها ولا جهازها في غنى البلديه بتلعب بشرف زي ما طنطا بتلعب بشرف زي ما تكلم زي المنصوره يا جماعه دي انديه كبيره بمعنى الكلمه زي كفر الشيخ دي انديه كبيره ما حدش يقدر يشكك ابدا في مصداقيتها نهائي يعني كابتن تامر كلوش تحياتي لضيوفك الكرام حلقه ممتازه وطنطا في الممتاز طيب ايضا من اللي عايز يا جماعه العميد محمد بسيوني حاضر بعتوا لنا سياده العميد محمد بسيوني يا جماعه في مداخله بعد ما ناخد التقرير بتاع المجموعه الاول بس احمد جابر في جبين بمسى على حضرتك يا دكتور وعلى كل ضيفك الكرام رجاء حقوق رعايه كل الفرق الجماهيريه فقط عشان احمد طبعا انت عارف عشقه لجبين ومسك مركز ده فدلوقتي احمد ايه فضى بقى الدوري المحترف قال لك الدعم كل الانديه الشعبيه انا معاك ان الانديه الشعبيه لازم يكون لها النصيب الاكبر في الدعم انا معاك وبمره ثانيه يا احمد وانت معايا شكرا لكل مجلس اداره النادي برئاسه طبعا النائب احمد الخشن الاستاذ ايمن خطاب الحاج محمود صديقي العزيز جدا جدا والحمد لله على سلامته طبعا كل الكابتن عصام شعبان والجماهير اللي انا اصبحت عاشق لجماهير المنوفيه فانا بحييكم يا احمد على الموسم اللي انتم عملتوه نطلع نشوف تقرير عن المجموعه دي وارجع اكمل مع فينا جونين هم برضه الحقيقه ضيعوا جونين او ثلاثه كمان مؤكدين ما كانش فيهم توفيق احنا جبنا جون يعني في حوالي الدقيقه 36 35 وبعد كده ربنا ادانا جون ثاني تعادل انما ده مش يومنا انما الحمد لله الحمد لله زي ما بقول دايما احنا هدفنا طبعا كان هدفنا مختلفين انما هدفنا الولاد يحتكوا احنا شفنا النهارده فاروق تغييره جاب جون وما شاء الله محمود جمال برضه احد ولادنا كنا جبناه اصلا من ديلوت لسيراميكا كيلو باترا تمهيدا اللي يبقى موجود معانا في الدرجه الاولى عندنا برضه ما شاء الله تغيير نزل عمل الفارق احنا كنا جايين على الفوز طبعا اكيد بنلعب على الفوز بس انا قدر الله مش عارف يعني الحمد لله احنا كنا حاصلين ورجعنا يعني برضك الحمد لله يعني هو ماتش قوي بصراحه احنا راكبين ماتش طول المباراه الحمد لله بس النصيب يعني احنا نتعادل يعني في اخر دقيقه برضك الحمد لله انا كل شيء الحمد لله رب عليه ولسه مقدره جدا كبره مرمى المدينة واحمد عبد العزيز شكرا جزيلا طبعا كابتن علاء ابراهيم مع ديروت بعد كابتن طبعا عامل شغل هايل جدا جدا بشكره عليه بشكر عميد شامل دراز ايضا تجربه جديده يعني ام بي مع المصري بالسلوم يعني الناشئين مجموعه صعبه شويتين هبط للاسف لكن سيراميكا كليوباترا مع ديروت بيلعب ب 2000 واحد مع عدد صغير من الناس الكبيره وقدروا ان هم يعني عملوا موسم اكثر من رائع وتجربه لازم ان احنا نشوف ازاي الانديه مؤسسات تقدر تساعد الانديه في القسمين الثاني والثالث ان ده مهم جدا بعد كابتن سعد فاروق بشكرك يا محمد حسين. عاوز اقول نعم يا جماعه. حاضر احنا خدنا الترتيب بتاعها خلاص كده في المجموعه الاولى بس اقول عندنا الجونه لافينا الصراع على الصعود الممتاز بترول اسيوط النصر التعدين مصر المعاصه موجودين في دوري القسم الثاني المحترفين عفوا ومعاهم كيما اسوان بقى والمنيا الصراع ما بينهم على الصعود الى دوري المحترفين ولسه بقى صراع الهبوط ما بين المدينه المنوره 19 تليفونات بني سويف 20 وملاوي 23 والفيوم 23 انا خلاص من 19 و20 تليفونات
والمدينه المنوره، الصراع ما بينهم، رغم ان المدينه الاسبوع الماضي اتحسب عليها ركله جزاء بصراحه من بره المنطقه، محدش يقدر ينكرها ابدا ابدا ابدا. حمد بسيوني صفحه طنطا نيوز بيقول باذن الله طنطا في الممتاز. عجبني الشغل اللي عاملاه والمصالحه الجماهيريه ما بين كل الانديه، وشكرهم لاحمد عبد الله ومحمد بسيوني للانديه اللي في دوري المحترفين، ودعوتهم اللي لو صعد البلديه نقول له مبروك صعد لكنس، مبروك سعد طنطا مبروك، وده اللي انا عايزه من البلديه برضو. صفحتهم حسام نور وليد بلحه والمجموعه كلها في الصفحه هناك، محتاجين كده كمان في تكرنس، ده اللي احنا محتاجينه يا جماعه. وهيثم حبيب لازم ان احنا اللي يصعد، كتر خيرهم عملوا سنه او موسم رائع جدا، ولازم نبارك لهم في الاخر. برضو سريعا جدا شاعرنا رجب الحبون صديقنا العزيز في مطروح، كابتن ايمن مزين في بدايه الموسم قلت لك يا صديقي هذا في المجرد هو اللي هيصعد، مدرب يعرف ازاي يصعد، وده توقع تاني من بدايه الموسم وتحديدا من الدور الاول. وبقول يعني الانديه الشعبيه عملت حماسه جدا جدا جدا. باسم كل التقدير والاحترام، اشكرك يا باسم شكرا جزيلا. معانا كمان السيد فوزي ابو بيده طبعا صديقنا العزيز نادي بهيج، تحياتي كان مهندس الفريق الصاعد كان البلديه او طنطا او دكنس، وتحيات جماهير نادي بهيج لشخصكم الكريم، اشكرك شكرا جزيلا. سياده العميد محمد البسيون رئيس مجلس اداره نادي المنصوره، سياده العميد مساء الفل منورنا واهلا بحضرتك يا فندم. خليك انا معجب، انت عارف انا معجب ببرنامج، بعيد بقى عن موضوع الرئيس نادي واي انت حاجه. انت اخويا وانت عارف معزتك عندي يا سياده العميد، ربنا يعزك. الموضوع ده انا مش هتكلم فيه خالص، الموضوع ده زي ما احنا متفقين كده، وانا قلت لحضرتك ده من برقه، يعني انا بفصل ما بين وجوده وتأييدي وما بين ده، ما حدش يقدر. ربنا يخليك يا رب. ده موضوع كده احنا ماشيين فيه من وجهه نظرنا ان احنا رافضينه سواء بقى باي طرق، ولكن الميزه في الموضوع ان احنا رافضينه واحنا قاعدين على الترابيزه معاك اخوات واهل وعيال. اكيد اكيد يا سياده العميد. انا اللي شدني في الموضوع بس كلمه كابتن ايمن اخويا الغالي اللي انا بحبه، واحمد نبيل ومدحت الصمودي، دول ناس اصدقاء ليا دايما يعني. اللي معهوش ما يلزموش، اللي معهوش ما يلزموش. انا اظن ديت مقوله اظن ان هو اصاب الخطا فيها، محتاجه مراجعه كتير. تمام. انا يعني راجل اتحاد الكوره، وكنت اتمنى ان حضرتك ترد عليه عشان حضرتك بتتكلم في صناعه الكره المصريه. هو بيتكلم عن حته سياده العميد يعني، وهسيب حضرتك، هو بيتكلم ان المفترض ان الانديه كلها تتحول الى شركات لكره القدم، واعتقد ان حضرتك تؤيدني في ذلك. يعني يبقى في شركه لكره القدم في طنطا، في المنصوره، في البلديه، في كفر الشيخ، ده لازم عشان نقدر يبقى في استثمار حقيقي في كره القدم. اتفضل يا فندم. ما هو عشان خاطر نوصل تبقى فيها شركه لابد ان الاتحاد الكوره هو اللي يوجه على كده، بمعنى ان لو ابو جير النهارده كانت وهي بتتنشا من الاول وتيجي تخش اتحاد الكوره يقول له خد سنتين فريق زي كفر الشيخ اقعد معاه او اقرا النادي ليك فين، خده سنتين ورعاه، وبعد ما تاخده سنتين يبقى من حقك تخش الاتحاد. تمام. ولكن نرجع تاني للكلمه الجميله بتاعت كابتن ايمن، ان المدربين واللعيبه، انا عندي موسم غيرت مع ثلاث مدربين، محدش له مالين، مفيش لعيب حتى اللحظه دي له مالين، انا خلصت كل التزاماتي الماليه برغم ظروفنا الماليه. وانا اتكلمت على الطفره الكبيره والله ان انت عملتها سواء انا عايز في بس الاول ايمن عشان انا بحبه قوي. هو ممكن بس لا النقطه دي عشان تبقى الناس فاهمه بس الموضوع. اتفضل. النقطه النهارده ايمن اشترى فرقه في فتره الاعداد، اشترى فرقه ثانيه لعب بها الدوري، اشترى فرقه ثالثه لعب فيها في شهر واحد. يعني انا لو موظف في ابو قير انا هشتكي رئيس مجلس اداره باهدار مال عام. تمام كده ان هو اللي عامله ده، ولكن ده مش موضوعنا، وانا اظن ان ايمن هيراجع نفسه بسرعه على المصطلح اللي هو قاله ده. تمام. النقطه الاهم انها كاتحاد كوره انا مش وظيفتي ان اللي معايا، انا اللي بوجه، انا اللي بعلي، انا اللي بقعد احتمال اشرح سياسات لكل فرقه مهتم بيها بشكل معين، ازاي يصعد، ازاي يعلى، ازاي يزوده، ازاي يقاوم المشاكل اللي عنده، ازاي يسوق له لاعبين، بس انا ما اخلقلوش دايما منافسين يخلصوا عليه، وارجع اقول اعملوا شركات. انت فين؟ ده دور من دورك صناعه الناس دي، وقف جنبهم تطويرهم. انا بتاسف وانا بتشكر جدا. لا انا سعيد جدا ومبارك في اي وقت وانت عارف مكانك. شكرا. وببقى سعيد جدا بارائك، واحد من الشخصيات يعني اللي لها اراء دائما يعني بتكون في مصلحه الصالح العام وصائبه، واشكرك شكرا جزيلا. وزي ما قلت المنصوره من الكيانات، محدش ابدا ابدا يقدر ينكر المنصوره ولا جماهير المنصوره، والمنصوره طول العمر قدمت اسماء لهادي وسعد اسلت والشال وبدير وثروت فرج، ومرورا بقى بالاجيال الجديده بقى عبد الزار السقا وعمرو زكي وتامر عبد الحميد
لا طول عمرها هشام سعيد وهشام كابتن كل كرم كلهم سعيد طبعا. انا مش عايز انسى حد لان انا اكيد حنسى والشال طبعا المجموعه كلها بصراحه يعني حاجه طول عمرها بصراحه واللي مشاطي خد اللي مشاطي طول عمرها ولاده طول عمرها. وعلى فكره يا دكتور كمان سيادة العميد فعلا عامل طفرة كويسة جدا عامل بنية أساسية. أنا زعلان جدا عشان هو إنه شخصية محترمة قوي قوي وعمل شغل كبير يعني طبعا مجالس الإدارة كان موجود سيادة الأب إبراهيم مجاهد من الناس طبعا الأب طبعًا. الروح للجميع بعده سيادة حاتم المير الراجل استلم وحب يعمل نادي اجتماعي على مستوى وشغال في جامعة صح حب مع فريق كرة القدم لكن كان الله في عونه والانديه الشعبيه انا ببقى عارف الضغط اللي بيبقى موجود على مجلس الادارات بيبقى موجود ازاي وهو بيحاول يعمل التنميه عشان يقدر يجيب بيها دخل النادي الاجتماعي هو فلوس في الاخر للنادي عامه لما العضو يلاقي مكان يقعد فيه نظيف لما يلاقي مكان كويس ياخد ولاده فيه فهو راجل بيعمل كده كمان. انا معاك في ده يبقى في طيب وانا دكتور بعد اذنك مش عايز حد يزعل بس انا هنا مش بتكلم على الانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه انا بقول كان عندنا المساحه الكبيره جدا اللي نقعد نتناقش في موضوع نتكلم فيه طيب دوري المحترفين يطبق ولا لا لكن مش في اخر اربع اسابيع. انا معاك في دي. كابتن اشرف ريان طبعا المدير الفني طبعا لنادي السر كمباني دكتور بالطبع التطوير جيد. طيب هو بيقول السلام عليكم اعتقادي فوز طنطا وتعدي دكنس والبلديه سيعود بطنطا الممتاز يا دكتور وهل صاعدين درجتين مره واحده برضو انديه شعبيه هم راي والنجوم ومكادي وهم اهم من المنصوره والترسانه والمنيا اللي بيلعبوا ممتاز بيهم منذ زمن وبيحاولوا وصارفين ملايين اعتقد ان الموضوع محتاج اعاده نظر من حضرتك وبالتالي الاتحاد والعدل اساس الملك. انا بينت يا كابتن اشرف وقريت الرساله وبينت ازاي اللي تحت زي ما الناس بتقول صعد الدرجتين هم ما صعدوش درجتين انا ابقيت على الانديه دي بدل ما تدوب في 168 نادي والا مش هتستحدث الدرجه هينزلوا درجه ثالثه ويبقى دول من حقهم يصعدوا لدوري المحترفين ببساطه شديده جدا. مش ذنبي اللي صعد راية بتمثل كفر الدوار على فكره حتى وان كان تابع المؤسسه لكن بتمثل رايه كفر الدوار وجماهير كفر الدوار وراها. النجوم كانت موجوده قبل كده في الدوري الممتاز ما كانت تجربه اولى في الجونه والحته دي كلها. انا تسالني اقول لك نفسي الاقي قوس والاقي الواسطه والاقي سواج يرجع مره تانية انا معجون بالانديه الشعبيه لكن هعمل ايه؟ ما باليد حيله. طيب المجموعه الثانيه زاد وادي دجله سكه الحديد خلاص والقناه في ماتشات كمان عندهم بكره مباراه مع بعض الاثنين زاد مع وادي دجله تعادل خلاص اما الصعود بزاد او وادي دجله يبقى على الامل الاخير في مباراه زاد مع السكه الحديد لازم يكسب كابتن كرم والله يا دكتور صعب كده اعتقد ان الامور حسمت. انت بتتكلم على فرقه عندها ثلاث خيارات عشان تصعد دوري ممتاز تتعادل او تكسب أو تستنى الماتش اللي بعده لكن أنا متهيألي إنك توصل الأسبوع الأخراني يا دكتور الأسبوعين الأخرانيين وأنت فارق 5 بونت ده كبير جدا جدا مع إن فرقة دجلة من الفرق الكويسة جدا جدا السنة دي كنت شغال في مجموعة القاهرة من الفرق المميزة جدا جدا لكن خليني أقول لك إن فرص زد أكتر كتير جدا جدا ووارد إن تحصل أي تغييرات بس مش معقولة يعني الفرقة هتتغلب ماتشين زد اللي عندنا بقى بص هي كورة برضو لسه موجودة في الملعب أصعب كمان من زد و العبور والاتصالات العبور والاتصالات وإستر كمباني وكهرباء الإسماعيلية العبور من الفرقة كويسة جدا يا دكتور على فكرة مجموعة لاعبين العبور والاتصالات بيلعبوا على الترقي المحترفين معاهم مدرب محترم جدا إستر كمباني وكهرباء الإسماعيلية فرق بين إستر كمباني وكهرباء الإسماعيلية بونت بس من خلاص ما هو اللي هبط خلاص الإعلاميين لا القاهرة الإعلاميين خلاص الإعلاميين هبط المجموعة بيهبط منها واحد بس واحد الإعلاميين خلاص هبط هو المشكله كلها في الاتصالات والعبور تمام اتصالات والعبور عشان اللي حضرتك بكره الاتصالات هيقابل مع ايسر كمباني والعبور كمان موجود والعبور هقول لحضرتك هيقابل الترسانه لازم يكسب العبور مع منتخب السويس خلي بال حضرتك يا دكتور كمان الترسانه لسه موجود في الترسانه موجود الترسانه 44 يا جماعه لا ده الترسانه موجود وبقوه بالظبط كده الترسانه موجود بقوه الترسانه عنده بكره القناه ماتش تقيل الترسانه مع القناه بكره ترسانة بكرة مع بتروجيت ترسانة مع القناة مع بتروجيت لا يا كابتن مع بتروجيت يا كابتن عندنا الجدول هنا مع بتروجيت ده الجولة 30 انا اسف انت الجولة 30 هيلعب القناة لكن هو بكرة مع بتروجيت جولة 29 هتقول الجولة 29 يا جماعة بتاعت بكرة بعد مع بتروجيت اس الكمباني مع كهرباء الإسماعيلية العبور مع الاتصالات ادي اللي برضو يعني بالزبط. الترسانة بقى منتظرة المباراة دي لان حد يوقع التاني حد يوقع التاني تمام مستقبل سبورت مع منتخب السويس
زد مع وادي دجله قلنا بورتو سويس مع سكه الحديد تاج الحرب مع النصر قناه مع الاعلاميين بتروجيت مع الترسانه برضو ماتش تقيل لكن الترسانه عامله ماتشات كويسه جدا في الاسابيع الاخيره جدا 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 فالثلاثي الترسانه منتظر يعني الترسانه يمني نفسه بتعادل الفريقين بقى لسه بقول اسبوعين يا دكتور ما هو فاضل اسبوعين معاه الاسبوعين اخر مباراه هتبقى للترسانه في الاسبوع الاخير هتبقى قناة حضرتك فيها هتلاعب مين مع القناه الاسبوع الاخير هيبقى مع القناه يعني نفترض يا دكتور مثلا ان الثلاث فرق كسبوا ان فرقتين كسبوا الاسبوع دول ترسانه كسب مثلا العبور كسب هنستنى الاسبوع اللي جاي برضه هنستنى الاسبوع اللي جاي ما هي ده دي ميزه في الميزه هنستنى الاسبوع اللي جاي ده الجمال ان كله مستني نهايه الاسبوع اللي جاي فبصراحه يعني دي المتعه اللي احنا موجودين فيها بصراحه مجموعه وعلى فكره كمان مستوى السنه دي مختلف جدا الثلاث مجموعات محترمين يعني افضل المواسم فنيا الثلاث مجموعات عايز اشكر بجد كابتن امير عزمان جه امير عمل الموسم وبنقول له الحمد لله على السلامه عامل الموسم محترم مع دكتور سيد عيسى ومع العميد حسام السيسي بصراحه عملوا شغل بصراحه لا هم عاملين شغل كويس قوي زيهم زي الدكتور خالد عفيف في مجلسه في القناه يعني بصراحه الناس كلها اشتغلت شغل على اعلى مستوى رساله من صديقي العزيز الدكتور هدايا الشيخ علي استاذ اللغه العربيه الغير ناطقين بيها واحد من زي ما قلت من الناس اللي لهم بصمه كبيره جدا في هذا المجال هو حاول الاتصال انا اسف يعني كان بعض الامور ما عرفتش ارد عليه لكن مستمتع بالحلقه ده كان واحد من حراس المرمى المميزين جدا 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 طيب اطلع اشوف تقرير المجموعه دي وارجع اكمل بيبو عرضية قطر وكهربا وهدف هذه هنا عرضية قطر مجموعات كلها مشتعلة محمد النوبي محمد عبد المنعم احمد عبد الله محمد بسوني هاني السني احمد محمد مصطفى الضاحي بيقولوا احنا جماهير طنطا اللي معاهم في كل مكان حسام نور برضو وليد بلحة وبرضو بعض جماهير البلدية بعتير رسالة وبتمنى الفوز طبعا الكل بيتمنى فوز فرقته ان شاء الله تكون اللي يسعد حنبارك له في النهايه زي ما قلت مجالس ادارات مصطفى الشامي هنا في البلديه المهندس خضر محاسب فيز عريبي كل مجالس ادارات بالجماهير بالاجهزه الفنيه الكل بذل مجهود كبير جدا جدا بنحييهم عليه وبنشكرهم بكل تاكيد على الموسم الاكثر من رائع ممدوح رضوان زميلنا مراسلنا في اسوان يا ريت يا دكتور بث مباشر واحتفال من كل مكان في مصر اللي هيسعد ممتاز المحترفين اخر مباراه حاضر بنحاول يا ممدوح واداره القناه بشكرها الناس يعني ده نبض الجماهير في كل المحافظات وده دورنا هنا في قناتكم قناه صدى البلد. كابتن كرم قبل ما نختم الدوري الممتاز برضو مشتعل مشتعل والنهارده شفنا اسوان المباراه انتهت تعادل 1-1 اسماعيلي خسر واسماعيلي خسر الجيش عبد الحميد بسيوني بعد رجوعه ما شاء الله بسيو يعني نمسك الخشب فوزين متتاليين تعادل سيراميكا بالامس مع سموحه سيراميكا كليوباترا مصر وغزل المحله تعادل شبكه شبكه موسم صعب قوي يا كابتن فوق وتحت كل حته قوي يا دكتور كل يعني الاسبوع اللي فات ده كان ممكن فرق كتير جدا ترتاح يعني بداها غزل المحله كان ممكن يرتاح كان كسبان 1-0 تعادل وده من الانديه الكبيره اللي الواحد بيتمنى ان هي تبقى موجوده بعد كده النهارده بنشوف الاسماعيلي عايز يكسب المصري كابتن اسوان عايز المحله يكسب المصري عايز تزعلني تعادل عايز تكسب عايز انا اسف سعيد انا اسف كابتن سعيد انت محيرني شويه يروح للمحله البلديه وشويه يقول لك المصري بص يا كابتن المصري ما انت لعبت مصري ولعبت بلديه بص يا كابتن انت عايش جميل المصري البلديه والمصري يعني بص يا دكتور الاثنين عايزوا عليه بالذات كمان المصري والمحله لا الغزو والمصري طبعا بس انا حاجات في المصري كبيره بص يا دكتور انت اما يبقى في ناس مقدراك وناس بتحبك جمهور المصري طبعا وجمهور البلديه فانا بتمنى لهم كل خير طبعا واتمنى طبعا صعود بلديه انا اسف طبعا ما والله انا قلت اتمنى الغزل المحله يبقى موجود لا الاسماعيلي كمان طبعا اتمنى الغزل المحله يبقى موجود طبعا الاسماعيلي كمان يا دكتور النهارده وبعد اذن حضرتك كابتن حمزه الجمل بيعمل حاجات هايله في نادي الاسماعيلي احنا كنا بنطالبه السنه دي ولا ايه يا كابتن سعيد
انه يقعد في الدوري الممتاز. طب صندوق حد ما يقعد في الدوري الممتاز. السنه اللي فاتت نفس الكلام برضه كده، لان الدوري خلي بالك اتغير، ملامحه اتغيرت جدا. النهارده دخل الجيش في اللعبه في فرقه واحده بس ضامنه ان هي ما تبقاش موجوده السنه الجايه في الدوري الممتاز، حرس الحدود للاسف، ومعاهم مدير فني على محترم جدا الكابتن مكي. لكن انا شايف الموسم صعب جدا، الموسم صعب جدا، لخبطه الدنيا، ما فاهم لخبطه الدنيا كلها كل الفرق يعني دلوقتي. وطبعا انتوا اكتر ناس كاتحاد كوره سعداء بالحاجات اللي بتحصل دي كلها. عاوزين نتوكل ربنا ييسر ان شاء الله باذن الله. باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. بس اخر حاجه الكوتش جاب مداخله اسلام الصياد. لا خلاص انهينا الموضوع. بشكرك كابتن كرم، شكرا جزيلا، بتمنى لك التوفيق والاستقرار والابقاء على فريق السمير في السنه الجايه، لان الموسم القادم الشروط القيد هتلاقوها صعبه شويتين. اتمنى الحاج عامل المجلس عامل لكم شروط صعبه شويتين عشان يبقى في التزام من الكل الموسم القادم. دكتور ان شاء الله انتوا ان شاء الله تقدروا ان شاء الله كل حاجه حلوه باذن الله ربنا ييسر الاهلي والوداد. اتمنى فوز الاهلي طبعا ان شاء الله باذن الله. قادر الاهلي يا كابتن سعيد؟ اه طبعا قادر باذن الله. قادر ان شاء الله باذن الله. كابتن كرم نورتني وشرفتني. اتفضل كابتن. معلش انا بشكر الجهاز الفني اللي اشتغلت معاه في نادي كفر الشيخ، بشكر مجموعه اللعيبه اللي موجوده كفر الشيخ، كابتن هشام السعيد، كابتن عاطف السعيد، كابتن امير قيصر، كابتن طلحه راغب، الجهاز الاداري والجهاز الفني، لعيبه يا دكتور من افضل اللعيبه وارجى اللعيبه وعايشه في ظروف استحملوا كتير بصراحه تستاهل عليه حاجات كويسه. كابتن سعيد نورتني. دي كانت حلقتنا النهارده من ملعب البلد. ارجو ما حدش يزعل، احنا مع الانديه الشعبيه، لكن الرؤيه ان ده بيصب في صالح الكره اللي هو دوري المحترفين. ازاي نقدر نوقف الانديه الشعبيه؟ ده دورنا خلال المرحله القادمه ان شاء الله. دمتم في امان الله، الى اللقاء.